بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الاول يبدأ حالا. عنوان الكتاب طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وغرائب واخبار واسرار للفقيه احمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي صاحب العقد الفريد. تحقيق وتعليق محمد ابراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم احمد عزت. بين يدي هذا الكتاب: بسم الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وبعد، فان الامم الناهضة تعمل على وصل ماضيها بحاضرها وتعريف ابنائها بما حققه اسلافهم في شتى الميادين. الا وان تراث امتنا زاخر بشتى الوان العلم والمعرفة، فما اجدرنا بالعمل على احيائه وبذل الجهود لجمع شتاته وتحقيق امهاته ودراسة موسوعاته دراسة تأمل واستيعاب، كي يتسنى تقديمه للأجيال المحبة لتراثها في صورة ملائمة للعصر تتيح لهم الاستفادة والمتعة ومعايشة ذلك التراث العظيم، بدلا من أن تعبث به يد الإهمال والضياع. ولقد بدأنا نختار للقارئ العربي من كتب التراث ما يدعم مكتبته ويرضي ذوقه ويحقق رغبته وينفعه في دينه ودنياه ويعينه في معترك الحياة. وكان على رأس الموضوعات التي قررنا أن نقدمها للقارئ العربي ما تضمنته كتب التراث من طبائع النساء وأخبارهن، وما يحمد ويذم من عشرتهن، وما في هذه الحياة من غرائب وعجائب، لنزداد لهن فهما ومنهن قربا وبهن معرفة وأنسى، فتطمئن القلوب وتسعد النفوس وتسكن الأرواح وتنتعش الأفئدة وتقر العيون وترفرف أعلام السعادة في كل بيت. ولا عجب، فالمرأة قد ملأت الدنيا وشغلت الناس، وما يقدم عنها من كتابات لا يسهم في وضع الأساس ولا يكاد يسمن أو يغني من جوع. وكأني بالقراء يقولون: هل إلى كتب التراث من عودة ورجوع؟ عكفنا على كتب التراث ندرس ونبحث ونوازن ونقارن حتى انتهى بنا المطاف عند ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد، ذلك الكتاب الذي ألفه صاحبه لأهل المغرب، فجمع فيه أشتاتا من ذخائر أهل المشرق مما تضمنته الموسوعات الكبرى مثل عيون الأخبار لابن قتيبة، البيان والتبيين للجاحظ، والكامل للمبرد. إنه الكتاب الثاني بعد كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني في منزلته العلمية وقيمته الأدبية. فالكتاب إذن اسم على مسمى، كل حبة من حباته الخمس والعشرين باب من أبواب العلم والمعرفة التي لا غنى عنها لرواد الأدب ومحب التراث، فلا عجب إذا ما رأينا النفوس إليه مشتاقة والقلوب تواقة. وكلما مرت الأيام يزداد العقد الفريد تألقا وتغلو قيمته وترتفع مكانته ليأخذ مكانه في المكتبات العامة بين المراجع والموسوعات التي لا تعار. والقارئ الناشئ يجتر آلامه ويبكي أحلامه في الحصول عليه، وعلى إخوة الله آثر ذلك المكان ليظلوا في الحفظ والصون بعيدا بعيدا عن متناول القراء. وكأني بالقارئ يعزي نفسه مرددا: هي الشمس مسكنها في السماء، فعز الفؤاد عزاء جميلا،
فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزول. ولكن كيف السكوت على هذا؟ والعقد الفريد كما قلنا هو الكتاب الثاني بعد الأغاني، إنه يقع في 8 أجزاء، وتقديمه كله تحول دونه عقبات وصعاب، والاختيار من بين حباته أمر عسير، فكل حباته درر ولآلئ، ويترأى لنا الحل الذي يخرجنا من حيرتنا. فما جمعه ابن عبد ربه عن النساء يعد مرجعا وافيا، بل قل في غير مبالغة هو موسوعة نسائية تجد فيه الخبرة الصادقة والنظرة العميقة والرأي الصائب والتجربة الرائدة، وممن من عليم بالنساء خبير. وكيف لا يكون عليما بهن من كان إذا رأى غزالا وقف يتأمله ثم يقول: فعيناك عيناها وجيدك جيدها، غير أن عظم الساق منك دقيق. وكيف لا يكون صاحب تجربة معاشة من كان إذا رأى بعيره يقف إلى جوار ناقة محبوبته يهتف من أعماقه: أحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. ومن أجل هذا كله رحنا نقلب حبات العقد الفريد وأجزاءه حبة حبة وجزءا جزءا، ولم ندع شيئا يتعلق بالنساء إلا وجمعناه، ثم رتبناه ترتيبا وقسمناه أبوابا، واخترنا لها من العناوين ما يلائمها. فأخذنا من الجزء السابع قولهم في المناكح وفي النساء وصفاتهن وصفة المرأة السوء وعلامة الحب والبغض وصفة الحسن والمنجبات من النساء ومن أخبار النساء وباب الطلاق وفي مكر النساء وغدرهن والهجناء وباب في الأدعياء وفي الباه وما قيل فيه وفي النكاح. ومن الجزء الثامن في المفاكهات وما يكتب على العصائب وغيرها والمضحكات. ثم عرجنا على بقية الأجزاء، فأخذنا من الجزء الأول الوافدات على معاوية، ومن الجزء الثاني من يضرب به المثل من النساء ومن أمثال العرب، ثم القول عند الموت. ومن الجزء السادس أخذنا قولهم في رقة التشبيب وقولهم في النحول وقولهم في التوديع. فكان لنا هذا الحصاد الذي عملنا ما وسعنا الجهد على تقديمه في الصورة الملائمة، ولقد أعطيناه حقه من التنسيق والترتيب والتنظيم والتبويب والضبط والشرح والتقديم والتعليق. وها هو ذا بين يديك جاء متعة للقارئ ودليلا وافيا للباحث ومرجعا لمن يهتمون بالتراث، خاليا مما يؤذي المشاعر أو يخدش الحياء كما تقضي بذلك أخلاقيات النشر ورسالة العلم والعلماء. فهل تراني قد حققت لك بعض الأمل والرجاء؟ إن كان هذا من توفيق فمن الله، ثم من الرغبة الصادقة في تقديم ما ينفع القارئ في دينه ودنياه. ومنتهى أملي أن أحظى برضوان من الله. المحقق محمد إبراهيم سليم، القاهرة في غرة رجب 1445 للهجرة، 24 من مارس 1895 من الميلاد. الكتاب والمؤلف. العقد الفريد مجموعة أدبية ضمنها ابن عبد ربه ما رآه جديرا بالتدوين من فروع الأدب، وهو من أمهات كتب التراث، فقد حوى خير ما ألف في موضوعه من الكتب السابقة عليه، ولم يقتصر على ما عرفه العرب، بل نقل عن الكتب التي ترجمت إلى العربية في زمنه عن اليونانية والهندية والفارسية. منهجه:
قد أوضح منهجه في التأليف في مقدمة الكتاب، فذكر أنه تخيره من متخير جواهر الأدب ومحصول جوامع البيان، وأنه ليس له إلا تأليف الاختيار وحسن الاختصار، وفرش في صدر كل كتاب، وقد جمع نظائر الكلام وأشكال المعاني، فقارن كل جنس منها إلى جنسه، وجعل كل جنس بابا على حدة، وقد عمد إلى أشرفها جوهرة، وأظهرها رونقا، وألطفها معنى، وأجزلها لفظا، وأحسنها ديباجة، وأكثرها طلاوة وحلاوة، وأنه رأى الكتب قبله قاصرة، فجعل كتابه جامعا لأكثر المعاني التي تجري على أفواه العامة والخاصة، وتدور على ألسنة الملوك والسوق، فهو مختار ومنشئ معا، حيث يقدم الباب بمقدمة من إنشائه، وقد يتبع الباب بما ينشئه من شعره، وله آراء جليلة في النقد الأدبي شائعة في الكتاب. تقسيم الكتاب وتبويبه. لقد تصور المؤلف كتابه عقدا مؤلفا من 25 جوهرة كريمة، 12 منها في جانب ومثلها في الجانب الآخر، وواحدة في الوسط، واختار لكل جوهرة من الجواهر 12 اسما: لؤلؤة، فريدة، زبرجدة، جمانة، مرجانة، ياقوتة، جوهرة، زمردة، درة، يتيمة، عسجدة، ومجنبة، وتتكرر الأسماء في الجانب الآخر. أما جوهر الوسط فهو واسطة العقد. قيمته الأدبية. للعقد قيمة أدبية من حيث النقد الأدبي، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأمثال صنفت حسب موضوعاتها، وقد اشتمل على عيون الخطب والقصص والنوادر، وضم الألوف من أبيات الشعر لأكثر من 200 شاعر من العصر الجاهلي والأموي والعباسي. إنه مجموعة متخيرة من جواهر الأدب، ولكنه لم يعنى بالإسناد، وإن كان قد أحسن الاختصار وأجاب الاختيار. قيمته التاريخية. يعد العقد من المصادر التي يرجع إليها الباحثون في تاريخ العرب السياسي والاجتماعي والأدبي، وإذا كان العرب قد أطلقوا على قصائدهم الطويلة الخالدة من تراث العصر الجاهلي اسم المعلقات، لأنها جديرة بأن تعلق بالقلوب لجودتها، أو تشبيها لها بعقود الدر التي تعلق على صدر الحسنوات، فإن ابن عبد ربه المغربي الأندلسي القرطبي حينما فتح عينيه على أدب المشرق، شعره ونثره، راح يجمع أصدافه ولآلئه ودرره وجواهره، وراح يصوغها عقدا فريدا تتيه به اللغة العربية، وستظل على مدى الأيام تفخر بدراته مرددة على سمع الدنيا: ودراته فرائد عقدي. المؤلف. في قرطبة ولد ابن عبد ربه ذات يوم من عام 46 و200 للهجرة، الموافق لعام 600 للميلاد، وبها عاش طول حياته، وفيها توفي عام 38 و300 هجرية، الموافق لعام 490 من الميلاد. يذكر المؤرخون في نسبه أنه أبو عمرو شهاب الدين أحمد بن محمد ابن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير ابن سالم القرطبي. وعن تحصيله يقول ابن خلكان: كان من العلماء المكثرين من المحفوظات والاطلاع على أخبار الناس، وقد انتمى إلى بلاط الأمير محمد بن عبد الرحمن الداخل شابا فتيا، ولازمه طول مدة إمارته بين عام 52 و800 إلى عام 86 و800 ميلادية، وترك هذا فيه أبلغ الأثر. وقد لازم ابن عبد ربه بعد الأمير محمد ابنه المنذر، ثم أخاه عبد الله من بعده، وعبد الرحمن الناصر أخيرا، وكان معهم جميعا شاعر البلاط ونديمة. كان ابن عبد ربه
كاتبا وشاعرا ووشاحا. وفي مجال الكتابة نجد مقدمات لأبواب عقده، وهي تمتاز بوضوح العبارة ودقة الأسلوب وازدواج الجملة والخلو من الغريب والبعد عن التكلف والتعقيد. وتنسب إليه المصادر الأندلسية أنه كان وشاحا، ويذهب بعضها أنه مبتدع فن التواشيح. أما شعره فكان موضع إعجاب القدامى وتقديرهم. قال عنه الفتح بن خاقان: إنه حجة الأدب، وإن له شعرا انتهى منتهاه، وتجاوز سماك الإحسان وسهاه. وروى ياقوت في معجم الأدباء أن أبا الوليد ابن عسال لقي المتنبي في مسجد عمرو بن العاص، وأن المتنبي قال له: أنشدني لمليح الأندلس، يعني ابن عبد ربه، فأنشده: يا لؤلؤا يسبي العقول أنيقا، ورشا بتقطيع القلوب رقيقا، ما إن رأيت ولا سمعت بمثله درا يعود من الحياء عقيقا. وإذا نظرت إلى محاسن وجهه أبصرت وجهك في سناه غريقا، يا من تقطع خصره من رقة، ما بال قلبك لا يكون رقيقا. فاستعاده المتنبي ثم صفق بيديه وقال: يا ابن عبد ربه، لقد يأتيك العراق حبوا. وقد شهر ابن عبد ربه بكتابه العقد الفريد، وليس له بين أيدينا كتاب آخر. طبعات العقد الفريد ومختصراته: طبع العقد الفريد عدة مرات في مصر، وكان من أوائل ما نشر من كتب الأدب. 1- طبع في مطبعة بولاق للمرة الأولى سنة 92 و200 بعد الألف للهجرة، الموافق لسنة 75 و900 ميلادية. 2- في المطبعة العثمانية عام 2300 للهجرة، الموافق لعام 84 و800 ميلادية. 3- في المطبعة الشرقية عام 35 للهجرة، الموافق لعام 87 و800 من الميلاد. 4- وطبع ثانيا في المطبعة نفسها عام 16 و300 للهجرة، الموافق لعام 98 و800 ميلادية. 5- وفي المطبعة الأزهرية عام 21 و300 هجرية، الموافق لعام 93 و900 من الميلاد. 6- وفي المطبعة الجمالية عام 31 و300 هجرية، الموافق لعام 12 و900 من الميلاد. 7- ونشره مصطفى محمد عام 53 و300 هجرية، الموافق لعام 34 و900 من الميلاد. 8- ثم طبعته المطبعة التجارية طبعة أخرى عام 62 و300 للهجرة، الموافق لعام 43 و900 ميلادية بتحقيق محمد سعيد العريان. 9- أجود الطبعات كانت عام 59 و200 للهجرة، الموافق لعام 40 و900 بتحقيق أحمد أمين والإبياري وأحمد الزين. 10- نشرته دار الكتب العلمية بلبنان عام 44 و100 للهجرة، الموافق لعام 83 و900 من الميلاد. وقد تم اكتشاف عدد من مخطوطات العقد الفريد في مكتبات المغرب لم تكن معروفة من قبل، مما يجعل من المفيد إعادة تحقيق العقد في ضوء ما تتضمنه هذه المخطوطات من جديد. المختصرات: وقد اختصر العقد الفريد من قبل اثنين من القدامى. الأول أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن الوادي الشي القيسي، المتوفى عام 70 و500 للهجرة، الموافق لعام 74 و100 من الميلاد.
وهو أندلسي من وادي أش، مدينة جميلة تقع في مقاطعة غرناطة بإسبانيا الآن. والثاني جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الخزرجي الشهير بابن منظور صاحب معجم لسان العرب، والمتوفى عام 1170 للهجرة الموافق لعام 1130 من الميلاد. واختصر حديثا مرتين، الأولى عندما عمدت لجنة من أساتذة دار العلوم إلى اختصاره استجابة لرغبة وزارة المعارف آنذاك، فاختارت بعض أبوابه وانتقت من بعض أخبارها وسمته مختار العقد ونشر عام 1390. ونشر عام 1390 ميلادية. والثانية تمت من 20 عاما عندما نشرت وزارة الثقافة بعض مختاراته في سلسلة كانت تشرف على إصدارها. عزيزي المستمع، إذا كانت طبعة هذا الكتاب في عام 85 من الميلاد، فيقصد هنا الإشارة إلى الاختصار الحديث الثاني الذي نشرته وزارة الثقافة لبعض مختاراته، يقصد عام 65 من الميلاد، لذا وجب التنويه. منهج التحقيق: جمعنا ما تناثر هنا وهناك من حبات العقد في النساء وصفاتهن وما يحمد ويذم من عشرتهن، قسمناه 8 أبواب واخترنا لها عناوين تطابق محتواها وتلائم فحواها، وقدمنا للأبواب التي لم يقدم لها ابن عبد ربه بما يلقي الضوء عليها ويحقق الهدف المنشود منها. وأضفنا بابا تاسعا في نهاية الكتاب جمعناه من فقه اللغة للثعالبي في محاسن المرأة وأوصافها الخلقية والخلقية، وأوصافها بل الخلقية والخلقية يرجع إليه القارئ لإيضاح ما غمض من الألفاظ التي تضمنتها نصوص الكتاب، وسميته المعجم النسائي مما لابد للقارئ العربي من الإحاطة به، وإن كنا لم ندخر وسعا في إجلاء ما غمض وتقريب ما بعد وتيسير ما عسر. كنا أمناء على النص وتحقيقه، فرجعنا إلى المصادر التي نقل عنها ابن عبد ربه ولم نزد عليه ولم نحذف منه إلا ما يخدش الحياء وينفر منه الذوق. خرجنا آياته وضبطنا ما يحتاج إلى ضبط من كلماته وعباراته، راعينا علامات الترقيم ووضع الجمل والفقرات لنتيح للقارئ متعة معايشة النص وتذوق الجمال فيه، ولم يفتنا أن نترجم للأعلام بما يساعد على معايشة النص. اخترنا للكتاب عنوانا وقدمنا بين يديه عرضا لما جاء عن النساء في القرآن الكريم، كما سلطنا الضوء على طبعات العقد الفريد ومختصراته ومخطوطاته، بعد أن تحدثنا عن منزلة ابن عبد ربه ومنهجه في التأليف وتقسيم الكتاب وتبويبه وقيمته الأدبية والتاريخية. وها هي ذي أبواب الكتاب والعناوين التي تم اختيارها. الباب الأول في اختيار الحليلة الصالحة والزوجة الموافقة وما يحمد من عشرة النساء. الباب الثاني لطائف من أخبار النساء وطرائف من حياتهن. الباب الثالث النساء المنجبات وأبناء السراري والإناء. الباب الرابع سمات الجمال وأحوال المحبين. الباب الخامس طبع الأنثى ومن يذم من عشرة النساء. الباب السادس أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الباب السابع عندما ينقطع الرجاء ويكتب علينا الفراق. الباب الثامن نماذج للزعامة وحسن السفارة ومن يضرب به المثل منهن. الباب التاسع المعجم النسائي من فقه اللغة للثعالبي. وأسأل الله سبحانه أن يجد القارئ في هذا الكتاب ما يحقق أمله ويرضي ذوقه وينعش روحه ويمتع فؤاده، إنه أكرم مسؤول. عنوان هكذا خلقت. نعايش المرأة ولا نكاد في حياتنا نستغني عنها،
الصلة بيننا وبينها وثيقة، فهي أم وأخت وزوجة وبنت وشقيقة، منا من ينعم بقربها ومنا من يحترق بلهيب نارها. يحار فيها الفكر أحيانا فيصرخ الرجل لقد ضاع من قدم الطريق، يا لشقائي إنني لا أستطيع أن أعيش معها ولا أستطيع العيش بدونها، فكيف السبيل وأين الطريق؟ قال عنها الفلاسفة والشعراء ما قالوا، وأطلقوا العنان لتصوراتهم وتخيلاتهم في وصف طبيعتها كما بدت لهم، فقالوا عنها: فيها من القمر استدارته، ومن البحر عمقه، ومن النجوم لمعانها، ومن شعاع القمر حرارته، ومن الندى قطراته، ومن الريح تقلباتها وعدم ثباتها، ومن النبات ارتجافه وارتعاشه، ومن الورد لونه وعطره، ومن الأزهار مخملها، ومن الأوراق خفتها، ومن الأغصان تمايلها، ومن حفيف الأشجار حنينها وأنينها، ومن النسيم لطفه ورقته، ومن العسل طعمه وشهده، ومن الذهب شعاعه، ومن الماس قساوته، ومن الحية حكمتها، ومن الحرباء تلونها، ومن الغزال شروده، ومن المها عيونها، ومن الأرنب خجله وحياؤه، ومن الطاووس خيلاؤه وزهوه، ومن الأسد شراسته وقوته، ومن الزمن خيانته وغدره، ومن الثعلب مكره وروغانه، ومن اليمامة نغمتها، ومن العقرب لذغته، ومن الببغاء هذيانها وكثرة كلامها. وتسمع ما يقال عنها فيغرها الثناء ويدفعها العناد والكبرياء، فتمضي في طريقها وهي تردد: هم يقولون؟ ماذا يقولون؟ دعهم يقولون. منا من يقبلها على علاتها ويقول كما قال النحويون: أي هكذا خلقت. ومنا من يتوجس خيفة من الإقبال عليها فيعكف على دراسة شخصيتها ومعرفة أسرارها وطبيعتها، ويظل يبحث ويبحث حتى يفوته القطار وتصبح حياته ليلا بلا نهار. وفي كتاب الله وسنة رسوله ما يلقي الضوء الأخضر ويؤمل مسيرتنا في رحلة الحياة ويرشدنا إلى طريق السلامة والنجاة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سورة الملك. فتعال نتصفح معا كتاب الله. كم تتطلع نفوسنا أولا وأخيرا إلى القرآن الكريم وآياته لتهتدي بهداه وتسير على ضوئه، ونفتح المصحف الشريف فإذا به يحدثنا عن ذلك الرباط من صنع الله الذي يجمعنا منذ بدء الخليقة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. النساء الأولى. فكلانا ينتمي إلى الخالق المبدع، ونحن جميعا صنعته وخلقته. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. النجم 45. ومنتهى أمل المؤمن أن يهب الله له زوجة صالحة، ولذلك كان الدعاء وكانت الاستجابة: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الفرقان 74. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الأنبياء
90. انتهى الوجه الاول. ومنهم البنون والحفدة، وفيه ومنهن البنون والحفدة، وفيهن تتجلى نعمة الله علينا. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. النحل 72. وليس من اللائق أن تنصرف النفوس عن المحللات من الزوجات إلى غيرهن. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. الشعراء 66. فهن زهرة الحياة الدنيا ومتعتها وفتنتها. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. طه 31. وعلى العاقل ألا تغريه الزينة أو يجرفه حب الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. آل عمران 14. وشأن المسلمين والمسلمات أن يختاروا قيم الدين ويؤثروها على متع الدنيا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الأحزاب 28. فما عند الله خير لمن اتقى. وذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آل عمران 14. ويقال للذين آثروا قيم الدين على متع الدنيا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الزخرف 70. ولهم أزواج مطهرة. البقرة 25. ويتراءون في أجمل صورة وأرفع منزلة. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ياسين 56. وإذا كان القرآن ضرب الأمثلة للنماذج الطاهرة فحدثنا عن مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، فإنه في الجانب المقابل قد وضع أمامنا للعبرة والعظة امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. التحريم 10. ويأتي التحذير مباشرا وصريحا يقرر الواقع الملموس. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. التغابن 14. وتوضع النقاط فوق الحروف فتكشف الآيات عن جانب من طبع المرأة ألا وهو إذاعة السر. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. التحريم 3. وهن فتنة كما تحدث الناصح الأمين محذرا في الحديث الشريف: ما تركت بعدي في النساء فتنة في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. هامش صحيح مسلم. انتهى. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: نجانا الله ووقانا الفتنة وهدانا سواء السبيل وجعل لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. ربنا وتقبل دعاء. إبراهيم
الأربعون. ابن عبد ربه وطبائع النساء. هل تريد أن تضيف أعمارا إلى عمرك؟ إذن تعال إلى التاريخ. سوف يصحبنا ابن عبد ربه إلى عالم النساء وأسراره بما فيه من عجائب وغرائب، فيحدثنا عن الحيلة الصالحة والزوجة الموافقة، ومن منا لا يتمنى أن يرزقه الله إياها وأن يغنيه بها عمن سواها. ثم يقدم إلينا لطائف من أخبار النساء وطرائف من حياتهن لنزداد لهن فهما ومنهن قربا وبهن معرفة وأنسا، مما يجعلنا أقدر على حسن اختيارهن، وكيف لا، وقد جعلنا نعايش من قيل عنه عليم بأدواء النساء طبيب ولا ينبئك مثل خبير. حتى إذا اطمأن إلى حسن اختيارنا راح يحدثنا عن المنجبات وأبناء السرار والإماء والهجن من الأولاد والأدعياء، وقد يأسرنا الجمال ويضيق الصدر بما لا يقال بعد أن أضناه عشق الجمال، فيصور ذلك كله عارضا رقة التشبيب وجميل الغزل، متحدثا عما قد يكون من تزين وتطيب وما يكتب على العصائب من عبارات للحب مصورة وعن الهيام معبرة، ولا يفوته أن يصور ما يعتري المحبين من نحول وذبول، وما يصاحب لحظات الوداع من حنين وأنين وآهات ودموع، ولكنه يعود فيذكر بطبع الأنثى فليس لمخضوب البنان يمين، ويحذرنا من أمثال تلك التي يتعوذ الشيطان منها، ولا يفوته أن يحدثنا عما ينتهي إليه حال أولئك. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإنه قد راح يحدثنا عن أبغض الحلال وعما هو ألذ من ليلة العرس وعن الكراهية في قمتها، مما يجعلنا نستسلم قائلين معه إلى غير رجعة. وقد ينقطع الرجاء حيث يكون الفراق، فتحترق قلوب وتسيل دموع ويتجلى الوفاء في أروع صوره. وأخيرا يعرض علينا نماذج للزعامة وحسن السفارة، فيتيح لنا أن نعيش مع ثمان منهن من صواحب علي، وفدنا على معاوية وكان لهن معه شأن يذكر. ولا يفوته أن يتناول ما سجلته الأمثال عن النساء مما جرى على كل لسان وأصبح آية في الفصاحة والبيان. الحق أقول إنها تجارب كثيرة ومواقف مثيرة، بها تتضح الرؤية وينكشف الغطاء وتنقشع السحب والغيوم ويذوب الجليد وتفتح مغاليق وتهدأ نفوس وتلتئم جراحات، كيف لا، وسوف نضيف إلى خبرتنا خبرات وإلى أعمارنا سنوات وسنوات. لقد قالوا ليس بإنسان ولا عالم من لا يعي التاريخ في صدره، ومن درى أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. وأخيرا أراك قد عرفت الرفيق على الطريق، ففي أمان الله، ودعواتي لك بالتوفيق مع ابن عبد ربه في عقده الفريد. لا يفوتني أن أقدم إليهن دعواتي بالتوفيق. ربي سألتك باسمهن أن تفرش الدنيا لهن بالورد إن سمحت يداك وبالبنفسج بعدهن، لتطل شمسك في الصباح وكل أم مطمئنة. الباب الأول في اختيار الحليلة الصالحة والزوجة الموافقة وما يحمد من عشرة النساء. النساء وصفاتهن وما يحمد ويذم من عشرتهن. قال أبو عمر أحمد بن محمد ابن عبد ربه: نحن قائلون بحمد الله وتوفيقه في النساء وصفاتهن ما يحمد ويذم من عشرتهن، إذ كان ذلك مقصورا على الحليلة الصالحة والزوجة الموافقة. هامش: الحليلة الزوجة التي أحلت بعقد نكاح،
انتهى الهامش. والبلاء كله موكل بالقرينة السوء التي لا تسكن النفس إلى كريم عشرتها ولا تقر العين برؤيتها. أقوال عنهن في القمة. قال الأصمعي هامش: الأصمعي أحد أئمة اللغة الأقدمين من البصريين، حفظ لغة البدو ولهجاتها، عهد إليه من قبل هارون الرشيد بتعليم الأمين، له عدة مؤلفات، ولولاه لذهبت أكثر دواوين العرب. انتهى الهامش. قال الأصمعي: حدثني ابن أبي الزناد عن عروة بن الزبير قال: ما رفع أحد نفسه بعد الإيمان بالله بمثل منكح صدق، ولا وضع أحد نفسه بعد الكفر بالله بمثل منكح سوء. هامش: المنكح الزوجة لأنها موضع النكاح. انتهى. ثم قال: لعن الله فلانة، ألفت بني فلان بيضا طوالا فقلبتهم سودا قصارا. هامش: ألفت أي وجدت. انتهى الهامش. وفي حكمة سليمان ابن داود عليه السلام: المرأة العاقلة تبني بيتها والسفيهة تهدمه. وقال: الجمال كاذب والحسن مخلف، وإنما تستحق المدح المرأة الموافقة. هامش: قد يطرأ على الجمال والحسن ما يغيرهما، فهما عرض زائل، أما القيم فتبقى، لأن ما بالذات لا يتخلف. انتهى الهامش. الرسول صلى الله عليه وسلم وعكاف. قال مكحول عن عطية عن بشر عن عكاف بن وداعة الهلالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عكاف، ألك امرأة؟ قال: لا. قال: فأنت إذا من إخوان الشياطين، إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم، وإن كنت منا فانكح، فإن من سنتنا النكاح. وقالت عائشة رضي الله عنها: النكاح رق، فلينظر أحدكم من يرق كريمته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالنساء فإنهن عوان عندكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هامش: كلاهما فيه نوع من التملك، فالزوج يتملك البضع، والعاني الأسير والضعيف، والنساء عوان لأنهن يظلمن فلا ينتصرن. انتهى الهامش. قولهم في المناكح الزوجات: صعصعة وابن الضرب، أتيتني تشتري كبدي. خطب صعصعة بن معاوية إلى عامر بن الضرب حكيم العرب ابنته عمرة وهي أم عامر بن صعصعة، فقال: يا صعصعة، إنك أتيتني تشتري من كبدي، فارحم ولدي، قابلتك أو رددتك، والحسيب كفء الحسيب. هامش: الحسيب ذو الحسب، والحسب مفاخر الآباء وما يدل على شرف الأصل. انتهى. والزوج الصالح أب بعد أب، وقد أنكحتك خشية ألا أجد مثلك، أفر من السر إلى العلانية. يا معشر عدوان، خرجت من بين أظهركم، وخرجت كريمتكم من غير رغبة ولا رهبة، وأقسم لولا قسم الحظوظ على قدر الجدود ما ترك الأول للآخر ما يعيش به. ابن حجر وابن محلم، وصية ذهبية. قال العباس بن خالد السهمي: خطب عمرو بن حجر إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته أم إياس فقال: نعم، أزوجكها على أن أسمي بنيها وأزوج بناتها. فقال عمرو بن حجر: أما بنونا فنسميهم بأسمائنا وأسماء آبائنا وعمومتنا، وأما بناتنا فننكحهن أكفاءهن من الملوك، ولكني أصدقها عقارا في كندة، وأمنحها حاجات قومي، لا ترد لأحد منهم حاجة. فقبل ذلك منه أبوها
وأنكحه إياها، فلما كان بناؤه بها خلت بها أمها فقالت: أي بنية، إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. هامش: أصدقها أقدم لها صداقها ومهرها. أمها هي أمامة بنت الحارث، هي زوجة محلم الشيباني، وكانت من النساء اللاتي عرفن بالعقل. العش الذي فيه درجتي بيت أبيك الذي بدأت خطواتك الأولى فيه. قرين صاحب وزوج. تكن لك ذخرى تدخرينه لما يصلح حياتك. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. هامش: التفقد للشيء طلبه والاهتمام به ورعاية المظهر الجمالي. ملهبة المراد أنه يلهب ويغضب. تنغيص تكدير. انتهى الهامش. وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. هامش: الإرعاء الرعاية، الحشم الخدم، ملاك الأمر قوامه وعماده. انتهى الهامش. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصن له أمرا ولا تفشن له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم وإياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. فولدت له الحارث بن عمرو جد امرئ القيس الشاعر. هامش: لا تفشن، لا تخرجي ولا تنشري، أو غرت صدره ملأت صدره غيظا وحقدا، مهتما حزينا مهموما. الكآبة الانقباض والحزن. والأم حريصة على تحقيق المشاركة الوجدانية بين الزوجين حتى تقوم حياتهما على أسس راسخة. انتهى الهامش. زرارة ولقيط وابنة ذي الجدين، من أحسن، أنا أم لقيط؟ قال الشيباني: حدثنا بعض أصحابنا أن زرارة بن عدس نظر إلى ابنه لقيط فقال: ما لي أراك مختالا، كأنك جئتني بابنة ذي الجدين أو مئة من هجائن النعمان. هامش: الهجان من كل شيء خياره، ومن الإبل البيض الكرام، يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع. انتهى الهامش. فقال: والله لا يمس رأسي دهن حتى آتيك بهما أو أبلي عذرا. فانطلق حتى أتى ذا الجدين وهو قيس بن مسعود الشيباني، فوجده جالسا في نادي قومه من شيبان، فخطب إليه ابنته علانية فقال له: هل ناجيتني ومن أنت؟ قال: لقيط بن زرارة. قال: لا جرم، لا تبيتن فينا عزبا ولا محروما. هامش: لا جرم أي لا بد أو لا محالة أو حقا، وقد تحول إلى معنى القسم فيقال لا جرم لا أفعلن. انتهى الهامش. فزوجه وساق عنه المهر وبنى بها من ليلته تلك، ثم خرج إلى النعمان فجاء بمئتين من هجائنه، وأقبل إلى أبيه وقد وفى نذره، فبعث إليه قيس بن مسعود بابنته مع ولده بسطام ابن قيس، فخرج لقيط يتلقاها في الطريق، ومعه ابن عم له يقال قراد. فقال لقيط:
هاجت علي ديار الحي أشجانا، واستقبلوا من نوى الجيران قربانا. تامت فؤادك لم تقض التي وعدت، إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا. فانظر قراد وهل في نظرة جزع، عرض الشقائق هل بينت أضعانا. فيهن جارية نضح العبير بها، تكسي ترائبها درا ومرجانا. كيف اهتديت ولا نجم ولا علم، وكنت عندي نأم الليل واسنانا. هامش: نوى الجيران تحولهم وانتقالهم من مكان الى اخر، والنوى البعد. تيمه الحب عبده وذلله فهو متيم. انتهى الهامش. ولما رحل بها بسطام بن قيس قالت: مروا بي على ابي اودعه. فلما ودعته قال لها: يا بنية كوني له امة يكن لك عبدا، وليكن اطيب طيبك الماء، ثم لا اذكرت ولا ايسرت. هامش: لا اذكرت لا ولدت الذكور، لانهم سوف يكونون اولاد اعدائه، فمن رأي العرب ان البنين هم اولاد الابناء فقط، ولذلك يقولون: بنونا بنو ابنائنا، وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد. ايسرت المرأة سهلت عليها الولادة، ولا ايسرت دعاء عليها بولادة عسرة. انتهى. ثم لا اذكرت ولا ايسرت، فإنك تلدين الأعداء وتقربين البعداء. إن زوجك فارس من فرسان مضر، وإنه يوشك أن يقتل أو يموت، فإذا كان ذلك فلا تخمشي عليه وجها ولا تحلقي شعرا. هامش: خمش الوجه خدشه ولطمه. انتهى الهامش. فلما قتل لقيت تحملت إلى أهلها، ثم مالت إلى محلة عبد الله بن دار، فقالت: نعم الأحماء كنتم يا بني دار، وأنا أوصيكم بالغرائب خيرا، فلم أرى مثل لقيط. ثم لحقت بقومها فتزوجها ابن عم لها، فكانت لا تسلو عن ذكر لقيط. فقال لها زوجها: أي يوم رأيت فيه لقيطا أحسن في عينيك؟ قالت: خرج يوما يصطاد فطرد البقرة فصرع منها، ثم أتاني مختضبا بالدماء فضمني ضمة ولثمني لثمة، فليتني مت ثمة. فخرج زوجها ففعل مثل ذلك، ثم أتاها فضمها ولثمها، ثم قال لها: من أحسن، أنا أم لقيط عندك؟ فقالت: مرعى ولا كالسعدان. هامش: السعدان نبات له شوك، وهو من أفضل ما ترعاه الإبل، وفيه يضرب المثل فيقال: مرعى ولا كالسعدان، والمقصود أن لقيطا لا يفضله آخر. انتهى الهامش. قيس بن زهير والنمر. لا ترد الأكفاء عن النساء. حكى أبو الفضل عن بعض رجاله قال: قدم قيس بن زهير بعدما قتل أهل الهباء على النمر بن قاصط، فقال: يا معشر النمر، نزعت إليكم غريبا حزينا، فانظروا إلي امرأة أتزوجها، قد أذل لها الفقر وأدبها الغنى، لها حسب وجمال، فزوجوه على هيئة ما طلب. فقال: إني لا أقيم فيكم حتى أعلمكم أخلاقي، إني غيور فخور نفور، ولكني لا أغار حتى أرى، ولا أفخر حتى أفعل، ولا آنف حتى أظلم. هامش: أنف من العار كرهه وترفع عنه وتنزه ونفر منه. انتهى. فأقام فيهم حتى ولد له غلام سماه خليفة، ثم بدا له أن يرتحل عنهم، فجمعهم ثم قال: يا معشر النمر، إن لكم علي حقا، وأنا أريد أن أوصيكم فآمركم بخصال وأنهاكم عن خصال.
عليكم بالأناه، فإن بها تنال الفرصة. وسودوا من لا تعابون بسؤدده، هامش سودوا اجعلوه سيدا عليكم، انتهى الهامش. وعليكم بالوفاء، فإن به يعيش الناس، وبإعطاء ما تريدون إعطاءه قبل المسألة، ومنع ما تريدون منعه قبل القسم، وإجارة الجار على الدهر، وتنفيس المنازل عن بيوت اليتامى، وخلط الضيف بالعيال. وأنهاكم عن الرهان، فإني به ثكلت مالكا. وأنهاكم عن البغي، فإنه صرع زهيرا. وعن السرف في الدماء، فإن يوم الهباءة أورثني الذل. ولا تعطوا في الفضول فتعجزوا عن الحقوق، ولا تردوا الأكفاء عن النساء فتحوجوهن إلى البلاء، فإن لم تجدوا الأكفاء فخير أزواجهن القبور. واعلموا أني أصبحت ظالما مظلوما، ظلمني بنو بدر بقتلهم مالكا، وظلمت بقتلي من لا ذنب له. الفاكه وزوجته هند في ريبة. إليك عني. كان الفاكه بن المغيرة المخزومي أحد فتيان قريش، وكان قد تزوج هند ابنة عتبة، وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس فيه بلا إذن. فقال يوما في ذلك البيت وهند معه، هامش قال: قضى وقت القيلولة والظهيرة في مكان ضليل كالبيت ونحوه، انتهى. ثم خرج عنها وتركها نائمة. فجاء بعض من كان يغشى البيت، فلما وجد المرأة نائمة ولى عنها، فاستقبله الفاكه ابن المغيرة، فدخل على هند وأنبهها وقال: من هذا الخارج من عندك؟ قالت: والله ما انتبهت حتى أنبهتني، وما رأيت أحدا قط. قال: الحقي بأبيك. وخاض الناس في أمرها، فقال لها أبوها: يا بنية العار وإن كان كذبا، أبثيني شأنك. هامش بث الخبر، أذاعه ونشره، وأبثيني شأنك أي أطلعيني عليه وكاشفيني به، انتهى الهامش. أبثيني شأنك، فإن كان الرجل صادقا دسست عليه من يقتله فيقطع عنك العار، وإن كان كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن. قالت: والله يا أبت إنه لكاذب. فخرج عتبة فقال: إنك رميت ابنتي بشيء عظيم، فإما أن تبين ما قلت، وإلا فحاكمني إلى بعض كهان اليمن. قال: ذلك لك. فخرج الفاكه في جماعة من رجال قريش ونسوة من بني مخزوم، وخرج عتبة في رجال ونسوة من بني عبد مناف. فلما شارفوا بلاد الكاهن تغير وجه هند وكسف بالها، فقال لها أبوها: أي بنية، ألا كان هذا قبل أن يشتهر في الناس خروجنا؟ قالت: يا أبتي، والله ما ذلك لمكروه قبلي، ولكنكم تأتون بشرا يخطئ ويصيب، ولعله أن يسمني بسمة تبقى على ألسنة العرب. هامش يسمني يصفني من السمة، وهي العلامة المميزة، وكانت تخاف أن توصف بالزانية، انتهى الهامش. فقال لها أبوها: صدقت، ولكني سأخبره لك. هامش سأخبره، سأختبره لأعرف حقيقته ومدى معرفته بالمستور، انتهى الهامش. فصفر بفرسه، فلما أدلى عمد إلى حبة بر فأدخله في إحليله، ثم أوكى عليها وسار. هامش أدلى أخرج جوانه ليبول أو يضرب، كذلك أوكى عليها ربط عليها وغطى، انتهى. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. فلما نزلوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهم، فقال له عتبة:
إن أتيناك في أمر وقد خبأنا لك خبيئة، فما هي؟ قال: برة في كمرة. هامش: برة حبة بر وقمح في رأس الإحليل. انتهى. قال: أريد أبين من هذا. قال: حبة بر في إحليل مهر. قال: صدقت، فانظر في أمر هؤلاء النسوة. فجعل يمسح رأس كل واحدة منهن ويقول: قومي لشأنك، حتى إذا بلغ إلى هند مسح يده على رأسها وقال: قومي غير رفحاء ولا زانية، وستلدين ملكا يسمى معاوية. هامش: رفحه ترفيحا، قال له: بالرفاء والبنين. انتهى. فلما خرجت أخذ الفاكه بيدها، فنترت يدها من يده وقالت: إليك عني، والله لأحرصن أن يكون ذلك الولد من غيرك. فتزوجها أبو سفيان فولدت له معاوية. هامش: نترت يدها، جذبتها بشدة، وإليك عني، ابعد عني ودعني لشأني. انتهى الهامش. هند وزواجها من أبي سفيان: إني لأخلاق مثل هذا لموافقة، فزوجنيه. وذكروا أن هند بنت عتبة ابن ربيعة قالت لأبيها: يا أبتي، إنك زوجتني من هذا الرجل ولم تآمرني في نفسي، فعرض لي معه ما عرض، فلا تزوجني من أحد حتى تعرض علي أمره وتبين لي خصاله. فخطبها سهيل بن عمرو وأبو سفيان ابن حرب، فدخل عليها أبوها وهو يقول: أتاك سهيل وابن حرب وفيهما رضا لك يا هند الهنود ومقنع، وما منهما إلا يعاش بفضله، وما منهما إلا يضر وينفع، وما منهما إلا كريم مرزأ، وما منهما إلا أغر سميدع. فدونك فاختاري، فأنت بصيرة ولا تخدعي، إن المخادع يخدع. هامش: السميدع السيد الكريم السخي. انتهى الهامش. قالت: يا أبتي، والله ما أصنع بهذا شيئا، ولكن فسر لي أمرهما وبين لي خصالهما حتى أختار لنفسي أشدهما موافقة لي. فبدأ بذكر سهيل بن عمرو فقال: أما أحدهما ففي ثروة واسعة من العيش، إن تابعته تبعك، وإن ملت عنه حط إليك، تحكمن عليه في أهله وماله. وأما الآخر فموسع عليه، منظور إليه في الحسب الحسيب والرأي الأريب، مدره أرمته، وعز عشيرته، شديد الغيرة، كثير الظهرة، لا ينام على ضعه ولا يرفع عصاه عن أهله. هامش: مدره كمنبر، السيد الشريف والمقدم في اللسان واليد عند الخصومة، والأرومة الأصل. انتهى الهامش. فقالت: يا أبتي، الأول سيد مضياع للحرة، فما عست أن تلين بعد إبائها وتضيع تحت جناحه، إذا تابعها بعلها فأشرت، وخافها أهلها فأمنت، فساء عند ذلك حالها، وقبح عند ذلك دلالها، فإن جاءت بولد أحمقت، وإن أنجبت فعن خطأ ما أنجبت، فطوي ذكر هذا عني ولا تسمه علي بعد. وأما الآخر فبعل الفتاة الخريدة الحرة العفيفة. هامش: الخريدة البكر لم تمسس، والحيية المستترة، طويلة السكوت، خافضة الصوت. انتهى الهامش. وأما الآخر، عزيز المستمع، تعني أبا سفيان، فبعل الفتاة الخريدة الحرة العفيفة، وإني للتي لا أريب له عشيرة فتعيره، ولا تصيره بذعر فتضيره، وإني لأخلاق مثل هذا لموافقة فزوجنيه.
فزوجها من أبي سفيان فولدت له معاوية وقبله يزيد. فقال في ذلك سهيل بن عمرو: نبئت هندا تبر الله سعيها، تأبت وقالت: وصف أهوج مائقي، وما هودي يا هند إلا سجية أجر لها ذيلي بحسن الخلائق، ولو شئت خادعت الفتى عن قلوصه، ولاطمت بالبطحاء في كل شارقي، ولكنني أكرمت نفسي تكرما ودافعت عنها الذم عند الخلائق، وإني إذا ما حرة ساء خلقها صبرت عليها صبر آخر عاشقي، فإن هي قالت خل عني تركتها، وأقلل بترك من حبيب مفارقي، فإن سامحوني قلت أمري إليكم، وإن أبعدوني كنت في رأس حالقي، فلم تنكحي يا هند مثلي، وإنني لمن لم يمقني فاعلمي غير وامقي. هامش: المائق الذي يكاد يبكي من شدة الغيظ. القلوص من النوق الشابة، وهي بمنزلة الجارية من النساء، وجمعها قلص وقلائص، ولذا نراهم يكنون عن الفتيات بالقلص. والشارق الشمس حين تشرق. الحالق الجبل المرتفع. الوامق المحب، وفعله وماقه يامقوه أي أحبه. انتهى الهامش. فبلغ أبا سفيان فقال: والله لو أعلم شيئا يرضي أبا زيد سوى طلاق هند لفعلته. وألح سهيل في تنقيص أبي سفيان. فقال أبو سفيان: رأيت سهيلا قد تفاوت شأوه، وفرط في العلياء كل عناني، وأصبح يسمو للمعالي، وإنه لذو جفنة مغشية وقيان، وشرب كرام من لؤي بن غالب، عراض المساعي عرضة الحدثان، ولكنه يوما إذا الحرب شمرت وأبرز فيها وجه كل حصان، فأكفيه ما لا يستطاع دفاعه، وألقيت فيها كلكلي وجراني. هامش: جفنة مغشية أي يغشاها الضيوف، دليل الكرم. والقيان جمع قينة، وهي الأمة مغنية كانت أو غير مغنية، وهي دليل السعة والثراء، ولكنه مع هذا محتاج إلى من يكفيه مخاطر الحرب. الكلكل الصدر، والجيران باطن العنق من البعير وغيره، ويقال ألقى عليه جيرانه أي ثقله. انتهى الهامش. وصية أبي سفيان وزوجه لابنهما معاوية حين عمل لعمر. لما قدم معاوية من الشام وكان عمر قد استعمله عليها، دخل على أمه هند فقالت له: هامش استعمله جعله عاملا له وواليا عليها. انتهى. فقالت له: يا بني، إنه قلما ولدت حرة مثلك، وقد استعملك هذا الرجل، فاعمل بما وافقه، أحببت ذلك أم كرهته. ثم دخل على أبي سفيان فقال له: يا بني، إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا عنهم. هامش: الرهط الجماعة من الناس. انتهى. إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا عنهم، فرفعهم سبقهم وقصر بنا تأخرنا، فصيرنا أتباعا وصاروا قادة، وقد قلدوك جسيما من أمرهم، فلا تخالفن أمرهم. هامش: حملوك مسؤولية الولاية والحكم، وهي مسؤولية جسيمة. انتهى الهامش. فلا تخالفن أمرهم، فإنك تجري إلى أمد لم تبلغه، ولو قد بلغته لتنفست فيه.
هامش يتوقع له مستقبلا أعظم لم يبلغه بعد، وعندما يتحقق تستريح نفسه. انتهى الهامش. سهيل وابن له يرحم الله هذا قال: وتزوج سهيل بن عمرو امرأة فولدت له ولدا، فبينه هو سائر معه إذ نظر إلى رجل يركب ناقة ويقود شاه، فقال لأبيه: يا أبتي، هذه ابنة هذه؟ يريد الشاه ابنة الناقة؟ فقال أبوه: يرحم الله هذا، يعني ما كان من فراستها فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم وأم هانئ خير نساء ركبنا الإبل. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، لو تزوجت أم هانئ بنت أبي طالب فقد جعل الله لها قرابة فتكون صهرا أيضا. فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: والله إنه لأحب إلي من سمعي وبصري، ولكن حقه عظيم وإني موتمة، فإن قمت بحقه خفت أن أضيع أيتامي، وإن قمت بأمرهم قصرت عن حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناها على ولد في صغره، وأرعاها على بعل في ذات يده، ولو علمت أن مريم ابنة عمران ركبت جملا لاستثنيتها. هامش: موتمة صاحبة يتامى مات عني زوجي وتركهم لي أرعاهم، بعل زوج. انتهى الهامش. زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من حفصة. شكوى عمر: لما توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان، عرض عليه عمر ابنته حفصة فسكت عنه عثمان، وقد كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يزوجه ابنته الأخرى، فشكى عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوت عثمان عنه، فقال له: سيزوج الله ابنتك خيرا من عثمان، ويزوج عثمان خيرا من ابنتك. فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، وتزوج عثمان ابنته. خطبته صلى الله عليه وسلم لخديجة. الزوج المثالي. ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن عبد العزة، ذكرت ذلك لورقة بن نوفل وهو ابن عمها، فقال: هو الفحل لا يقدع أنفه، تزوجيه. هامش: قدعته عني، كففته بيدي أو بلساني، وذاك فحل لا يقدع، أي كريم لا يرد. انتهى. خطبة عمر بن الخطاب لأم كلثوم بنت أبي بكر. لا حاجة لي فيه، إنه خشن العيش شديد على النساء. خطب عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت أبي بكر وهي صغيرة، فأرسل عمر إلى عائشة فقالت: الأمر إليك. فلما ذكرت ذلك عائشة لأم كلثوم قالت: لا حاجة لي فيه. فقالت عائشة: أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت: نعم، إنه خشن العيش شديد على النساء. فأرسلت عائشة إلى المغيرة بن شعبة فأخبرته، فقال لها: أنا أكفيك. فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، بلغني عنك أمر أعيذك بالله منه. قال: ما هو؟ قال: بلغني أنك خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر. قال: نعم. أفرغبت بها عني؟ أم رغبت بي عنها؟ قال: لا واحدة منهما، ولكنها حدثة نشأت تحت كنف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في لين ورفق، وفيك غلظة، ونحن نهابك، وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك، فكيف بها إن خالفتك في شيء فسطوت بها؟ كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق لك. فقال: كيف لي بعائشة وقد كلمتها؟ قال: أنا لك بها، وأدلك على خير لك منها، أم كلثوم بنت علي بن فاطمة بنت رسول الله، تتعلق منها بنسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش رغب عنه، انصرف ولم يلتفت إليه، وهي عكس رغب فيه، فمعناها أقبل عليه. المعنى الثاني:
أي أنا أتولى عنك إخباره بما لا يسبب الحرج لكليكما. الحدثة صغيرة السن الشابة، سطوت بها السطو القهر بالبطش. السبب الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره. انتهى الهامش. علي وعمر في أم كلثوم. ما على الأرض أحد يرضيك من صحبتها بما أرضيك. وكان علي قد عزل بناته لولد جعفر بن أبي طالب. هامش ولد في مكة سنة 600، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره وبطل الإسلام، وهو من أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخلفاء الثلاثة. انتهى الهامش. فلقيه عمر فقال: يا أبا الحسن، أنكحني ابنتك أم كلثوم ابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش كان قد عزل بناته، أعدهن وخصصهن، يقال عزلهن وحبسهن، كل ذلك بمعنى واحد. انتهى الهامش. قال: قد حبستها لابن جعفر. قال: إنه والله ما على الأرض أحد يرضيك من صحبتها بما أرضيك به، فأنكحني يا أبا الحسن. قال: قد أنكحتكها يا أمير المؤمنين. فأقبل عمر فجلس في الروضة بين القبر والمنبر، واجتمع إليه المهاجرون والأنصار، فقال: زفوني. قالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بأم كلثوم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب يتقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وقد تقدمت لي صحبة فأحببت أن يكون لي معها سبب. فولدت له أم كلثوم زيد بن عمر ورقية بنت عمر، وزيد بن عمر هو الذي لطم سمرة ابن جندب عند معاوية إذ تنقص عليا فيما يقال. هامش نسب يوصلني برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى سبب. تنقص عليا أي نال من قدره وعابه. انتهى الهامش. سلمان وعمر في ابنته. أمير المؤمنين يتواضع. وخطب سلمان الفارسي إلى عمر ابنته فوعده بها، فشق ذلك على عبد الله بن عمر، فلقي عمرو بن العاص فشكى ذلك إليه فقال له: فأكفيكه. فلقى سلمان، فلقي سلمان فقال له: هنيئا لك يا أبا عبد الله. هامش أكفيكه أتولى بدلا منك صرفه بطريقتي الخاصة. انتهى. فشكى ذلك إليه فقال له: فأكفيكه. فلقي سلمان فقال له: هنيئا لك يا أبا عبد الله، أمير المؤمنين يتواضع لله عز وجل في تزويجك ابنته. فغضب سلمان وقال: والله لا تزوجت إليه أبدا. وقفة هامشية للقارئ. عزيز المستمع، لا أعرف لها أصلا. زواج بلال وأخيه. أنا بلال وهذا أخي، قد من الله علينا. وخرج بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخيه إلى قوم من بني ليث يخطب إليهم لنفسه ولأخيه، فقال: أنا بلال وهذا أخي، كنا ضالين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فالمستعان الله. قالوا: نعم وكرامة. فزوجوهما. هامش نعم وكرامة، الكرامة العزازة. انتهى الهامش. زواج عثمان من نائلة. مؤهلات ومواصفات. قالت تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفان، هامش ثالث الخلفاء الراشدين، سمي ذا النورين لزواجه بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. قالت: هل لك في ابنة عم لي بكر جميلة ممتلئة الخلق أسيلة الخد أصيلة الرأي تتزوجها؟ هامش
أسيلة الخد أي لينة الخد مع طوله، وكل مسترسل فهو أسيل، انتهى. قال نعم. فذكرت له نائلة بنت الفرافصة الكلبية فتزوجها وهي نصرانية فتحنفت. هامش: تحنف اعتزل عبادته ومال عنها. والحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام، الميل إلى الإسلام الثابت عليه، انتهى. فتحنفت وحملت إليه من بلاد كلب، فلما دخلت عليه قال لها: لعلك تكرهين ما ترين من شيبي. قالت: والله يا أمير المؤمنين، إني من نسوة أحب أزواجهن إليهن الكهل. قال: إني قد جزت الكهول وأنا شيخ. هامش: أي تعديت سن الكهولة، وسن الكهولة بين 30 و50 تقريبا، انتهى. قالت: أذهبت شبابك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير ما ذهبت فيه الأعمار. قال: أتقومين إلينا أم نقوم إليك؟ قالت: ما قطعت إليك من أرض السماوة وأريد أن أنثني إلى عرض البيت، وقامت إليه. عزيزي المستمع، ذكر المحقق بعدها هنا ألفاظا أستحي من قراءتها، وذلك عملا بمنهجه في التحقيق والذي صدر به هذا الكتاب. قال الحسن: فلم تزل نائلة عند عثمان حتى قتل، فلما دخل إليه وقته بيدها فجذمت أناملها. هامش: المرط كل ثوب غير مخيط، كساء من صوف ونحوه يؤتزر به. جذمت قطعت، وامرأة جذماء مقطوعة اليد أو الأنامل، انتهى. عزيزي المستمع، وقته بيدها أي حاولت حمايته من قاتليه. فأرسل إليها معاوية بعد ذلك يخطبها، فأرسلت إليه ما ترجو من امرأة جذماء. وقيل إنها قالت لما قتل عثمان: إني رأيت الحزن يبلى كما يبلى الثوب، وقد خشيت أن يبلي حزن عثمان من قلبي، فدعت بفهر فهتمت فاها. هامش: الفهر بكسر الفاء الحجر، قدر ما يدق به الجوز أو ما يملأ الكف ويؤنث، فهره وجمعه أفهار، انتهى. فدعت بفهر فهتمت فاها، وقالت: والله لا قعد أحد مني مقعد عثمان أبدا. فاطمة بنت الحسين بن علي وابن عمرو: كفي عن وجهك فإن لنا به حاجة. وكانت فاطمة بنت الحسين بن علي عند حسن بن حسن بن علي، فلما احتضر قال لبعض أهله: هامش، احتضر حضرته الوفاة، انتهى. كأني بعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان إذا سمع بموتي قد جاء يتهادى في إزار له مورد قد أسبله، فيقول: جئت أشهد ابن عمي، وليس يريد إلا النظر إلى فاطمة، فإذا جاء فلا يدخلن. قال: فوالله ما هو إلا أن أغمضوه. فجاء عبد الله بن عمرو في تلك الصفة التي وصفها، فمنع ساعة، فقال بعض القوم: لا يدخل، وقال بعضهم: افتحوا له فإن مثله لا يرد. ففتحوا له ودخل، فلما صرنا إلى القبر قامت عليه تبكي، ثم اطلعت إلى القبر فجعلت تصك وجهها بيديها حاسرة. هامش: تصك وجهها تضربه، وفي القرآن: فصكت وجهها، وحاسرة مكشوفة الوجه، والانحسار الانكشاف، انتهى الهامش. فجعلت تصك وجهها بيديها حاسرة. قال: فدعا عبد الله بن عمرو وصيفا له فقال: انطلق إلى هذه المرأة وقل لها: يقرئك ابن عمك السلام ويقول لك:
كفي عن وجهك فإن لنا به حاجة. فلما بلغها الرسالة أرسلت يديها فأدخلتهما في كميها حتى انصرف الناس. عزيزي المستمع، مثل الحديث عن صك الوجه واللطم وغيره نربأ بتابعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عنه، وإنما أنا قارئ. فتزوجها عبد الله بن عمرو بعد ذلك، فولدت له محمد بن عبد الله، وكان يسمى المذهب لجماله، وكانت ولدت من حسن بن حسن عبد الله بن حسن الذي حارب أبو جعفر، ولديه إبراهيم ومحمدا ابن عبد الله بن الحسن ابن الحسن حتى قتلهما. انتهى الهامش. محمد بن عبد الله بن عمرو كرم الأصل وشرف النسب. وعن سلمة بن محارب قال: ما رأيت قرشيا قط كان أكمل ولا أجمل من محمد بن عبد الله بن عمرو الذي ولدته فاطمة بنت الحسين، وكانت له ابنه ولدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. هامش، أي كانت من نسلهم وسلالتهم، واجتمع لها هذا الحسب والنسب، فهي تنتمي إليهم وتنتسب كما هو مبين بعد. انتهى. كانت أمها خديجة بنت عثمان ابن عروة ابن الزبير، وأم عروة أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأم محمد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم فاطمة بنت الحسين أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله، وأم عبد الله بن عمرو بن عثمان سودة بنت عمر بن الخطاب. شريح والشعبي في نساء تميم خير زوجة. هامش، تميم قبيلة عربية أنجبت فحول شعراء الجاهلية، ولغتها حجة بين لغات القبائل. والشعبي أبو عامر ابن شراحيل تابعي محدث، كان مستشار الخلفاء، وهو علامة الكوفة، روى عن علي وأبي هريرة وعائشة، ومن تلاميذه أبو حنيفة. انتهى الهامش. عن الهيثم بن عدي الطائي قال: حدثنا مجالد عن الشعبي قال: قال لي شريح: يا شعبي، عليك بنساء بني تميم، فإني رأيت لهن عقولا. قال: وما رأيت من عقولهن؟ قال: أقبلت من جنازة ظهرا فمررت بدورهم، فإذا أنا بعجوز على باب دار، وإلى جنبها جارية كأحسن ما رأيت من الجواري، فعدلت فاستسقيت وما بي عطش، فقالت: أي الشراب أحب إليك؟ فقلت: ما تيسر. قالت: ويحك يا جارية، إيتيه بلبن، فإني أظن الرجل غريبا. قلت: من هذه الجارية؟ قالت: هذه زينب ابنة جرير إحدى نساء حنظلة. قلت: فارغة أم مشغولة؟ قالت: بل فارغة. قلت: زوجنيها. قالت: إن كنت لها كفأ، ولم تقل كفوا، وهي لغة تميم. فمضيت إلى المنزل فذهبت لأقيل، فامتنعت مني القائلة. فلما صليت الظهر أخذت بأيدي إخواني من القراء الأشراف علقمة والأسود والمسيب وموسى بن عرفطة، ومضيت أريد عمها، فاستقبل فقال: يا أبا أمية، حاجتك؟ قلت: زينب بنت أخيك. قال: ما بها رغبة عنك؟ فأنكحنيها. هامش، أي لا ترغب في غيرك وهي راغبة فيك. انتهى. فلما صارت في حبالي ندمت وقلت: أي شيء صنعت بنساء بني تميم؟ وذكرت غلظ قلوبهن، فقلت: أطلقها؟ ثم قلت: لا، ولكن أضمها إلي، فإن رأيت ما أحب، وإلا كان كذلك. فلو رأيتني يا شعبي وقد أقبل نساؤهم يهدينها حتى أدخلت علي. فقلت: إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم فيصلي ركعتين، فيسأل الله من خيرها ويعوذ من شرها. فصليت وسلمت، فإذا هي من خلفي تصلي بصلاتي، فلما قضيت صلاتي أتتني جواريها، فأخذن ثيابي وألبسنني ملحفة،
قد صبغت في عكر العصفر. فلما خلى البيت دنوت منها فمددت يدي إلى ناحيتها فقالت: على رسلك أبا أمية كما أنت. انتهى الوجه الأول. ثم قالت: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله. إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه، وما تكره فأزدجر عنه. وقالت: إنه قد كان لك في قومك منكح هامش، أي تزوجت من قومك قبلي. انتهى. وفي قومي مثل ذلك، ولكن إذا قضى الله أمرا كان، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الآية من سورة البقرة، الآية 29 بعد 200. قال: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع، فقلت: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأصلي على النبي وآله وأسلم، وبعد، فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وأكره كذا، ونحن جميع فلا تفرقي، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. وقالت شيئا لم أذكره: كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت: ما أحب أن يملني أصهاري. قالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك آذن لهم، ومن تكرهه أكرهه. قلت: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. قال: فبت يا شعبي بأنعم ليلة، ومكثت معي حولا لا أرى إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء، هامش رأس الحول آخر العام، وسمي العام حولا لأنه يضم فصولا أربعة يتحول فيها الجو من حال إلى حال. انتهى. جئت من مجلس القضاء فإذا بعجوز تأمر وتنهى في الدار، فقلت: من هذه؟ قالوا: فلانة ختنك، هامش ختن الإنسان أصهاره، وكل ما كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها، وكذلك زوج البنت وزوج الأخت وأم الزوجة كما هنا. انتهى الهامش. فسري عني ما كنت أجد. فلما جلست أقبلت العجوز فقالت: السلام عليك أبا أمية. قلت: وعليك السلام، من أنت؟ قالت: أنا فلانة ختنك. قلت: قربك الله. قالت: كيف رأيت زوجتك؟ قلت: خير زوجة. فقالت لي: أبا أمية، إن المرأة لا تكون أسوأ منها في حالتين: إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها. فإن رابك ريب فعليك بالسوط، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. قلت: أما والله لقد أدبت فأحسنت الأدب، ورضت فأحسنت الرياضة. قالت: تحب أن يزورك ختانك؟ قلت: متى شاء؟ قال: فكانت تأتيني في رأس كل حول توصيني تلك الوصية. فمكثت معي 20 سنة لم أعتب عليها في شيء إلا مرة واحدة، وكنت لها ظالمة. أخذ المؤذن في الإقامة بعدما صليت 2 ركعة وكنت إمام الحي، فإذا بعقرب تدب، فأخذت الإناء فأكفأته عليها، ثم قلت: يا زينب لا تتحركي حتى آتي، فلو شهدتني يا شعبي وقد صليت ورجعت، فإذا أنا بالعقرب قد ضربتها. فدعوت بالسكت والملح، فجعلت أمغث إصبعها وأقرأ عليها بالحمد والمعوذتين، هامش أمغث إصبعها المغث المرت والضرب الخفيف والدلك. انتهى. وكان لي جار من كندة يفزع امرأته ويضربها، فقلت في ذلك: كنتم زعمتم أنها ظلمتكم، كذبتم، وبيت الله بل تظلمونها. فإن لا تعدوا أمها من نسائكم فإن أباها والد لن يشينها،
وإن لها أعمام صدق وإخوة وشيخا إذا شئتم تأيم دونها. هامش: تأيم مكث زمانا لا يتزوج، انتهى. قالت النوار: فإذا لا نشاء. لمعاذ بن جبل: فتنة الضراء وفتنة السراء. وعن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال: إنكم ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وإني أخاف عليكم من فتنة السراء وهي النساء، إذا تحلين بالذهب ولبسنا ريط الشام وعصب اليمن، فأتعبنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يطاق. هامش: ريط جمع ريطة، وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسيجا واحدا، انتهى الهامش. وقال عبد الملك بن مروان: من أراد أن يتخذ جارية للمتعة ليتخذها بربرية، ومن أرادها للولد فليتخذها فارسية، ومن أرادها للخدمة ليتخذها رومية. لابن هبيرة مواصفات. عن أبي الحسن المدائني قال: قال يزيد بن عمر بن هبيرة: اشتروا لي جارية شقاء مقاء رسحاء بعيدة ما بين المنكبين ممسوحة الفخذين. هامش: شقاء يريد كأنها شقة جبل، مقاء طويلة، رسحاء صغيرة العجيزة، أرادها للولد، لأن الأرسخ أفرس من العظيم العجيزة، فقد قال عمر بن هبيرة لرجل: ما أنت بعظيم الرأس فتكون سيدة، ولا بأرسح فتكون فارسة، انتهى. وقال الأصمعي وذكر النساء: بنات العم أصبر، والغرائب أنجب، وما ضرب رؤوس الأبطال كابن الأعجمية. يونس ومستشير له في الزواج. إياك أن تقع في قوم قد أصابوا كثيرا من الدنيا مع دناءة فيهم. روى أبو حاتم الأصمعي عن يونس بن مصعب عن عثمان بن إبراهيم بن محمد قال: أتاني رجل من قريش يستشيرني في امرأة يتزوجها، فقلت: يا ابن أخي، إني أعرف في العين إذا عرفت، وأنكر فيها إذا أنكرت، وأعرف فيها إذا لم تعرف ولم تنكر، أما إذا عرفت فتتحاوص، وأما إذا أنكرت فتجحظ، وأما إذا لم تعرف ولم تنكر فتسجو، وقد رأيت عينك ساجية، فالقصيرة النسب التي إذا ذكرت أباها اكتفت به، والطويلة النسب التي تعرف حين تطيل في نسبتها، فإياك أن تقع في قوم قد أصابوا كثيرا من الدنيا مع دناءة فيهم فتضيع نفسك فيهم. هامش: تتحاوص، الحوص ضيق في مؤخرة العينين أو في إحداهما، والالتفاف حول الشيء. تجحظ يقال جحظت عينه إذا خرجت مقلتها أو عظمت. تسجو تسكن، ومنه البحر والطرف الساجي، وامرأة سجواء الطرف، انتهى. الوليد وعقائله. نطق من احتاج إلى نفسه، وسكت من اكتفى بغيره. هامش: عقائله زوجاته جمع عقيلة، انتهى الهامش. عن العتبي قال: كان عند الوليد بن عبد الملك 4 عقائل: لبابة بنت عبد الله بن عباس، فاطمة بنت يزيد بن معاوية، وزينب بنت سعيد بن العاص، وأم جحش بنت عبد الرحمن بن الحارث. فكنا اجتمعنا على مائدته، ويفترقن فيفخرن، فاجتمعنا يوما، فقالت لبابة: أما والله إنك لتسويني بهن وأنت تعرف فضلي عليهن. وقالت بنت سعيد بن العاص: أما كنت أرى أن للفخر علي مجازا، وأنا ابنة ذي العمامة، إذ لا عمامة غيرها. وقالت بنت عبد الرحمن بن الحارث: ما أحب بأبي بدلا، ولو شئت لقلت، فصدقت وصدقت. وكانت بنت يزيد بن معاوية جارية حديثة السن، فلم تتكلم.
فتكلم عنها الوليد فقال: نطق من احتاج إلى نفسه، وسكت من اكتفى بغيره. أما والله لو شاءت لقالت: أنا ابنة قادتكم في الجاهلية وخلفائكم في الإسلام. فظهر الحديث حتى تحدث به في مجلس ابن عباس، فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هامش. سعيد بن العاص حاكم الكوفة والمدينة أيام معاوية قاد الجيوش في طبرستان وجرجان، وتوفي في العقيق سنة 88 و600 من الهجرة. أما يزيد ابن معاوية فهو الخليفة الثاني الأموي، اشتهر بتهتكه ومجونه. انتهى. للحجاج في نسوته: هذه ليلتي. روى الشيباني عن عوانة قال: ذكر النساء عند الحجاج فقال: عندي 4 نسوة، هند بنت المهلب، وهند بنت أسماء بن خارجة، وأم الجلاس بنت عبد الرحمن بن أسيد، وأمة الرحمن بنت جرير بن عبد الله البجلي. فأما ليلتي عند هند بنت المهلب فليلة فتى بين فتيان يلعب ويلعبون، وأما ليلتي عند هند بنت أسماء فليلة ملك بين الملوك، وأما ليلتي عند أم الجلاس فليلة أعرابي مع أعراب في حديثهم وأشعارهم، وأما ليلتي عند أمة الرحمن بنت جرير فليلة عالم بين العلماء والفقهاء. أبو الحر المخنث: وفر الله لحيتك أبا الحر. وعن العتبي قال: حدثني رجل من أهل المدينة قال: كان بالمدينة مخنث يدل على النساء، هامش، أي يقوم بترشيحهن لمريد الزواج، أشبه بالخاطبة في مجتمعنا. انتهى. يقال له أبو الحر، وكان منقطعا إلي، فدلني على غير ما امرأة أتزوجها فلم أرضى عن واحدة منهن، فاستقصرته يوما، هامش، أي نسبت إليه التقصير. انتهى. فقال: والله يا مولاي لأدلنك على امرأة لم تر مثلها قط، فإن لم تر كما وصفت فاحلق لحيتي. فدلني على امرأة فتزوجتها، فلما زفت إلي وجدتها أكثر مما وصف. فلما كان في السحر إذا إنسان يدق الباب، فقلت: من هذا؟ قال: أبو الحر، وهذا هو الحجام معه. فقلت: قد وفر الله لحيتك أبا الحر، الأمر كما قلت. هامش. الحجام من سيقوم بحلق ذقنه إذا لم تحظى المرأة بالقبول، والحجامة امتصاص الدماء بالمحجم. وقد كان الحجام يقوم بما يشبه عمل حلاق الصحة في القرى، يحجم ويفصد ويختن ويحلق. انتهى. للرسول صلى الله عليه وسلم في مخنث: تقبل بأربع وتدبر بثمان. روى ابن بكير عن مالك بن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: أبا عبد الله، إن فتح الله لكم الطائف غدا فأنا أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل عليكن هؤلاء. هامش. تقبل بأربع وتدبر بثمان يريد عكن البطن، أنها إذا أقبلت أربع وإذا أدبرت ثمان، والعكن من طوى وتثنى من لحم البطن، يقصد أنها سمينة ممتلئة. انتهى. رجل من أهل الكوفة وابنة عمه: الله أجل في قلبي وأعظم. وضرب البعث على رجل من أهل الكوفة، فخرج إلى أذربيجان فاقتاد جارية وفرسا، وكان مملكا بابنة عمه، فكتب إليها ليغيرها. هامش. ضرب البعث أي أرسله، والبعث الجيش. انتهى. فكتب إليها ليغيرها، عزيز المستمع، أن يجعلها تغار. ألا أبلغ أم البنين بأننا غنينا
وأغنتنا الغطارفة المرد. بعيد مناط المنكبين إذا جرى، وبيضاء كالتمثال زينها العقد. فهذا لأيام العدو، وهذه لحاجة نفسي حين ينصرف الجند. هامش: الغطارفة جمع غطريف وهو السيد الشريف، والمراد جمع أمرد وهو من لا شعر في ذقنه. انتهى. فلما ورد كتابه قرأته وقالت: يا غلام هات الدواء. فكتبت إليه تجيبه: ألا أقره السلام وقل له غنينا ففيق بالغطارفة المردي. بحمد أمير المؤمنين أقرهم شبابا وأغزاكم خوالف في الجند. إذا شئت غناني غلام مرجل، ونازعته في ماء معتصر الورد. وإن شاء منهم ناشئ مد كفه إلى كبد ملساء أو كفل نهدي. فما كنتم تقضون من حاج أهلكم شهورا قضيناها على النأى والبعد. هامش: لقد أثار غيرتها بجاريته، فآثارته هي الأخرى كلاما بغلام مرجل الشعر إذا شاءت مكنته مما أحله الله للزوج. انتهى. فلما ورد كتابها لم يزد على الركب فرسه، وأردف الجارية وألحق بها. فكان أول شيء بدأ لها به السلام أن قال: بالله هل كنت فاعلة؟ قالت: الله أجل في قلبي وأعظم، وأنت في عيني أذل وأحقر من أن أعصي الله فيك، فكيف ذقت طعم الغيرة؟ فوهب لها الجارية وانصرف إلى بعثه. هامش: لقد بلغت قمة مراقبة الله عندما قالت: الله أجل في قلبي وأعظم، وأعطت للأزواج الذين لا يصونون حق الزوجية درسا يلفتهم إلى ما ينبغي اتباعه مع أم الأولاد. وما أجمل قولها: وأنت في عيني أذل وأحقر من أن أعصي الله فيك، فكيف ذقت طعم الغيرة؟ وهكذا يعود الزوج إلى نفسه بعد هذا الدرس، ويهب الجارية لزوجته. انتهى. معاوية وابن صوحان: أي النساء أشهى إليك؟ قال معاوية لصعصعة بن صوحان: أي النساء أشهى إليك؟ هامش: معاوية هو ابن أبي سفيان، كان واليا على دمشق زمن الخليفتين عمر وعثمان، وهو مؤسس الدولة الأموية سنة 83 و600 هجرية. وصعصعة بن صوحان من المشاهير في معرفة أنساب العرب. انتهى. أي النساء أشهى إليك؟ قال: المواتية لك فيما تهوى. قال: فأيهن أبغض إليك؟ قال: أبعدهن مما ترضى. قال: هذا النقد العاجل. فقال صعصعة: بالميزان العادل. هامش: المواتية لك فيما تهوى، التي تكون كما يهوى الإنسان وتحقق له ما يأمله في المرأة. انتهى. إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. وقال صعصعة لمعاوية: يا أمير المؤمنين، كيف ننسبك إلى العقل وقد غلب عليك نصف إنسان يريد غلبة امرأته فاخته بنت قرظة عليه؟ فقال معاوية: إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. جرير البجلي وابن الخطاب: إن بين جوانحك لعلما. وعن سفيان بن عيينة قال: شكى جرير بن عبد الله البجلي إلى عمر بن الخطاب ما يلقى من النساء، فقال: لا عليك، فإن التي عندي ربما خرجت من عندها فتقول: إنما تريد أن تتصنع لقيان بني عدي. فسمع كلامهما ابن مسعود فقال: لا عليكما، فإن إبراهيم الخليل شكى إلى ربه رداءة في خلق سارة، فأوحى الله إليه أن يلبسها على لباسها ما لم تر في دينها وصمة. فقال عمر: إن بين جوانحك لا علما. هامش: لا عليك، لا حرج عليك ولا بأس. القيان جمع قينة، وهي الجارية مغنية أو غير مغنية. وصمة عيب ونقص وانحراف،
على الإنسان أن يتقبل من زوجته ما لا يرضيه منها، فإن كره منها شيئا أحب آخر، إلا إذا كان ما يعيبه منها متعلقا بالدين. انتهى. الحجاج وابن القرية. هامش: الحجاج بن يوسف أحد ولاة الأمويين على الحجاز، وعند ثورة مصعب ابن الزبير رمى الكعبة بالمنجنيق، ثم تولى على العراق فأخمد الفتن بقوة، ويعد من أكبر طغاة الولاة. انتهى. الحجاج وابن القرية بما يكمل جمال المرأة. وكتب الحجاج إلى ابن القرية أن اخطب على عبد الملك بن الحجاج امرأة جميلة من بعيد، مليحة من قريب، شريفة في قومها، ذليلة في نفسها، مواتية لبعلها. فكتب إليه: قد أصبتها لولا عظم ثدييها. فكتب إليه: لا يكمل حسن المرأة حتى يعظم ثدياها فتدفئ الضجيع وتروي الرضيع. أبو العباس وابن صفوان أعجب النساء. وقال أبو العباس أمير المؤمنين لخالد بن صفوان: يا خالد، إن الناس قد أكثروا في النساء، فأيهن أعجب إليك؟ هامش: أكثروا في النساء، قالوا الكثير فيهن. انتهى. قال: أعجبهن يا أمير المؤمنين التي ليست بالضرع الصغير ولا الفانية الكبير، وحسبك من جمالها أن تكون فخمة من بعيد، مليحة من قريب، أعلاها قضيب وأسفلها كثيب، كانت في نعمة ثم أصابتها فاقة، فأترفها الغنى وأدبها الفقر. ابن صفوان وامرأة: أريدها بكرا كثيب أو ثيبا كبكر. ونظر خالد بن صفوان إلى جماعة في المسجد بالبصرة فقال: ما هذه الجماعة؟ قالوا: على امرأة تدل على النساء. فأتاها فقال لها: ابغني امرأة. قالت: صفها لي. قال: أريدها بكرا كثيب أو ثيبا كبكر، حلوة من قريب، فخمة من بعيد، كانت في نعمة فأصابتها فاقة، فمعها أدب النعمة وذل الحاجة، فإذا اجتمعنا كنا أهل دنيا، وإذا افترقنا كنا أهل آخرة. قالت: لقد أصبتها لك. قال: وأين هي؟ قالت: في الرفيق الأعلى من الجنة فاعمل لها. هامش: هذه المثالية لا وجود لها إلا في الجنة من بين الحور العين، فعليه أن يستعد بالعمل الصالح حتى تكون من نصيبه. انتهى. لأعرابي في النساء أفضل النساء. وسئل أعرابي في النساء وكان ذا تجربة وعلم بهن، فقال: أفضل النساء أطولهن إذا قامت، وأعظمهن إذا قعدت، وأصدقهن إذا قالت، التي إذا غضبت حلمت، وإذا ضحكت تبسمت، وإذا صنعت شيئا جودت، التي تطيع زوجها وتلزم بيتها، العزيزة في قومها، الذليلة في نفسها، الودود الولود، وكل أمرها محمود. غطفاني وعبد الملك أحسن النساء. قال عبد الملك بن مروان لرجل من غطفان: صف لي أحسن النساء. قال: خذها يا أمير المؤمنين ملساء القدمين، ردماء الكعبين، مملوءة الساقين، جماء الركبتين، لفاء الفخذين، مقرمدة الرفغين، ناعمة الأليتين، منيفة المأكمتين، فعمة العضدين، فخمة الذراعين، رخصة الكفين، ناهدة الثديين، حمراء الخدين، كحلاء العينين، زجاء الحاجبين، لمياء الشفتين، بلجاء الجبين، شماء العرنين، شنباء الثغر، حالكة الشعر، غيداء العنق، عيناء العينين، مكسرة البطن، ناتئة الركب. هامش:
ردماء الكعبين أي ليس بهما شقوق، والشاة الجماء التي لا قرن لها، ويقصد أن ركبتيها غير بارزتين وليس عظمهما ناتئا. الرفغ كما قال ابن السكيت هو أصل الفخذ، وهو بضم الراء مثل قفل وأقفال لغة أهل الحجاز، وبفتحها رفغ لغة تميم، والجمع رفوغ وأرفغ مثل فلس وفلوس وأفلس. وثوب مقرمد بالطيب والزعفران أي مطلي به. والألية، ألية الشاه وهي مفتوحة الهمزة، ولا يقال لية ولا إلية، والجمع أليات، وامرأة عجزاء قال ثعلب القياس أليانة. المأكم والمأكمة، وتكسر كافها مأكم، لحمة على رأس الورك، وهما اثنتان أو لحمتان وصلتا بين العجز والمتنين، ويقصد أنها عظيمة المأكمتين. وفعم الساعد والإناء امتلأ، وفعمت المرأة استوى خلقها، وغلظ ساقها فهي فعمة. وما بعدها ناعمة الكفين لينتهما. وإذا رق حاجب المرأة في طول فهي زجاء، والحاجب أزج، والتزجيج حف ما حول الحاجبين من الشعر وإطالتهما بالإثمد. اللمى سواد بالشفة، والتلمية خضاب الشفاه بالإثمد حتى تحكي اللمى الطبيعي. تبلج الصبح أشرق وأنار، والبلج تباعد ونقاوة ما بين الحاجبين، ويقصد أن في جبينها إشراقا ونورا. العرنين الأنف، وشماء عالية، ويقصد أن فيها عزة، وامرأة شماء عالية الأنف. الشنب بياض الأسنان وحسنها. الغيد ميل العنق ولين الأعطاف. والغادة المرأة اللينة البينة الغيد. عيناء العينين حسنة العينين، ومنه الحور العين. انتهى. فقال ويحك، وأنى توجد هذه؟ قال تجدها في خالص العرب أو في خالص الفرس. أقوال في هذا المجال. قال رجل لخاطب ابغني امرأة لا تؤنس جارا ولا توهن دارا ولا تثقب نارا، يريد لا تدخل على الجيران ولا يدخل عليها الجيران ولا تغري بينهم بالشر. وفي نحو هذا يقول الشاعر من الأوانس مثل الشمس لم يرها، في ساحة الدار لا بعل ولا جار. وقال الأعشى لم تمشي ميلا ولم تركب على جمل، ولا ترى الشمس إلا دونها الكلل. هامش، الكلل جمع كلة، ما يشبه الستائر ونحوها مما يكون فوق الأسرة، ونسميها نحن المصريين الناموسية. انتهى. وقال آخر ابغني امرأة بيضاء مديدة فرعاء جعدة، تقوم فلا يصيب قميصها منها إلا مشاشة منكبيها وحلمتي ثدييها ورانفتي أليتيها. هامش، المشاشة بالضم رأس العظم الممكن المضغ، الرانفة أسفل الألية إذا كنت قائمة. انتهى. وقال الشاعر أبت الروادف والثدي لقمصها، مس البطون وإن تمس ظهورا، وإذا الرياح مع العشي تناوحت، نبهن حاسدة وهجن غيورا. ولآخر إذا انبطحت فوق الأثاف رفعناها، بثديين في نحر عريض وكعثب. هامش، الأثاف جمع أثفية بالضم ويكسر، الحجر يوضع عليه القدر، والكثعب الركب الضخم. زعم أنها إذا بطحت على وجهها لم تمس الأرض بشيء من سائر جسدها إلا نهود ثدييها وعظم ركبها، فصارت لبدنها كآثاف القدر. انتهى. ونظر عمران بن حطان إلى امرأته وكانت من أجمل النساء وكان من أقبح الرجال، فقال إني وإياك في الجنة إن شاء الله. قالت له كيف ذاك؟ قال إني أعطيت مثلك فشكرت، وأعطيت مثلي فصبرت.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. من أخبار عائشة بنت طلحة. نظر ابن أبي ذؤيب إلى عائشة بنت طلحة تطوف بالبيت، فقال لها: من أنت؟ فقالت: من الله لم يحججنا يبغين حسبة، ولكن ليقتلنا البريء المغفلا. هامش: الحسبة بكسر الحاء احتساب الأجر على الله، وادخاره عنده لا يرجو ثواب الدنيا. واللاء واللاتي بمعنى واحد. انتهى. فقال لها: صان الله ذلك الوجه عن النار. فقيل له: أفتنتك أبا عبد الله؟ قال: لا، ولكن الحسن مرحوم. وقال يونس: أخبرني محمد بن إسحاق قال: دخلت على عائشة بنت طلحة فوجدتها متكئة، ولو أن بختية نوخت خلفها ما ظهرت. هامش: البخت نوع من الإبل، والواحدة بختية، ونوخت أناخت، بركت، يقصد ضخامتها. وعن السري بن إسماعيل عن الشعبي قال: إني لفي المسجد نصف النهار، إذ سمعت باب القصر يفتح، فإذا بمصعب ابن الزبير ومعه جماعة، فقال: يا شعبي اتبعني. فأتبعته، فأتى دار موسى بن طلحة، فدخل مقصورة، ثم دخل أخرى، ثم قال: يا شعبي اتبعني، فإذا امرأة جالسة عليها من الحلي والجواهر ما لم أرى مثله، ولا هي أحسن من الحلي الذي عليها. فقال: يا شعبي، هذه ليلى التي يقول فيها الشاعر: وما زلت من ليلى لدى طر شاربي، إلى اليوم أخفي حبها وأداجن، وأحمل في ليلى لقوم ضغينة، وتحمل في ليلى علي الضغائن. هامش: لدى طر شاربي، لدن ظرف مكان بمعنى عند، وقد يستعمل في الزمان. وطر شاربه نبت، ويقصد من منذ بلوغه. داجنه مداجنة، داهنه وخاتله. أعادي في حبها وأعادى من أجلها، أي أحمل الضغينة وتحمل علي الضغائن. انتهى الهامش. هذه عائشة ابنة طلحة، فقالت له: أما إذ جلوتني عليه فأحسن إليه. فقال: يا شعبي، روح العشية إلى المسجد. فرحت. فقال: يا شعبي، ما ينبغي لمن دليت عليه عائشة بنت طلحة أن ينقص عن 10,000؟ فأمر لي بها وبكسوة وقارورة غالية. فقيل للشعبي في ذلك اليوم: كيف الحال؟ قال: وكيف حال من صدر عن الأمير ببدرة وكسوة وقارورة غالية ورؤية وجه عائشة بنت طلحة؟ هامش: البدرة 10,000 درهم، والكمية العظيمة من المال، والكيس الموضوعة فيه. الغالية أخلاط من العطور والروائح ذات الشذى الفواح. انتهى الهامش. أحسن ما وصفه واصف بنظم أو شعر: زواج عمرة ابن جحر من بنت عوف. ما وراءك يا عصام؟ وكان عمرو ابن جحر ملك كندة، وهو جد امرئ القيس، أراد أن يتزوج ابنة عوف بن محلم الشيباني الذي يقال فيه: لا حر بوادي عوف، لإفراط عزه، وهي أم إياس، وكانت ذات جمال وكمال، فوجه إليها امرأة يقال لها عصام لتنظر إليها وتمتحن ما بلغه عنها. فدخلت على أمها أمامة بنت الحرث، فأعلمتها ما قدمت له، فأرسلت إلى ابنتها فقالت: أي بنية، هذه خالتك أتت إليك لتنظر إلى بعض شأنك، فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق، ونصحيها فيما استنطقتك فيه. فدخلت عصام عليها فنظرت إلى ما لم تر عينها مثله قط، بهجة وحسنا وجمالا، وإذا هي أكمل الناس عقلا وأفصحهم لسانا. فخرجت من عندها وهي تقول: ترك الخداع من كشف القناع. فذهبت مثلا، ثم أقبلت إلى الحارث فقال لها: ما وراءك يا عصام؟ فأرسلها مثلا، قالت: صرح المخض عن الزبد. فذهبت مثلا، قال: أخبريني. هامش:
مثلا يقال للأمر إذا انكشف وتبين، والمخض الوعاء الذي يضرب ويحرك فيه اللبن حتى يخرج منه الزبد، والمراد أنها نضجت واستوت، انتهى. قال أخبريني، قالت أخبرك حقا وصدقا، رأيت جبهة كالمرآة الثقيلة يزينها شعر حالك كأذناب الخيل المضفورة، إن أرسلته خلته السلاسل، وإن مشطته قلت عناقيد كرم جلاها الوابل، ومع ذلك حاجبان كأنهما خطا بقلم أو سودا بحمم، قد تقوسا على مثل عين العبهرة التي لم يرعها قامس ولم يذرها قسورة، بينهما أنف كحد السيف المصقول لم يخنس به قصر ولم ينعن به طول، حفت به وجنتان كالأرجوان في بياض محض كالجنان، شق فيه فم كالخاتم لذيذ المبتسم، فيه ثنايا غر ذوات أشر، وأسنان كالدر وريق كالخمر، له نشر الروض بالسحر ينقلب فيه لسان ذو فصاحة وبيان، يقلبه عقل وافر وجواب حاضر، تلتقي دونه شفتان حمراوان كالورد يجلبان ريقا كالشهد، تحت ذاك عنق كإبريق الفضة ركب في صدر تمثال دنيا، يتصل به عضدان ممتلئان لحمة مكتنزان شحمة، وذراعان ليس فيهما عظم يحس ولا عرق يجس، ركبت فيهما كفان دقيق قصبهما لين عصبهما، تعقد إن شئت منهما الأنامل وتركب الفصوص في حفر المفاصل، وقد تربع في صدرها حقان كأنهما رمانتان يخرقان عليها ثيابها، من تحته بطن طي كطي الطباطبي المدمجة، كثي عكنا كالقراطيس المدرجة، تحيط تلك العكنة بسرة كمدهن العاج المجلو، خلف ذلك ظهر كالجدول ينتهي إلى خصر لولا رحمة الله لانخذل، تحته كفل يقعدها إذا نهضت وينهضها إذا قعدت كأنه ضعص رمل لبده سقوط الطل، يحمله فخذان لفاوان كأنهما نضيد الجمان، تحملان ساقان خد اللجتان والشيا بشعر أسود كأنه حلق الزرد، ويحمل ذلك قدمان كحذو اللسان، تبارك الله مع صغرهما كيف تطيقان حمل ما فوقهما، فأما ما سوى ذلك فتركت أن أصفه غير أنه أحسن ما وصفه واصف بنظم أو شعر. قال فأرسل إلى أبيها يخطبها، فكان من أمرهما ما تقدم ذكره في صدر هذا الكتاب. هامش الذنب الذيل، إن أرسلته تركته مرسلا دون أن تضفره، جلاها الوابل المطر الشديد، وتقصد لمعان شعرها وصفاءه، أو سويدا بحمم الحممة بوزن رطبة ما أحرق من خشب ونحوه، والجمع بحذف الهاء ويقصد كأنما سويدا بفحم، وتقوم أقلام الكحل في عصرنا بهذه المهمة، العبهرة الرقيقة البشرة الناصعة البياض والسمينة الممتلئة الجسم والجامعة للحسن في الجسم والخلق، وقد كان العرب يشبهون عيون المرأة بعيون المها بقر الوحش، لم يرعها أي لم يخفها، القسورة الأسد، يخنس يتأخر، والخنس تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة، الجمان الفضة، وغر بيضاء، والأشر تباعد ما بين الأسنان، والنشر الرائحة العطرة، العكن من طوى وتثنى من لحم البطن سمنا، والمدهن آلة الدهن وقارورته، والجدول النهر الصغير، والكفل العجز، ومؤخرة الظهر من المرأة وعجيزاتها، الدعس الكثيب والمجتمع من الرمل المستدير، نضيد الجمان اللؤلؤ المنظوم والفضة النضيدة التي يكون بعضها فوق بعض، خدلجتان مملوءتان، والخدلجة المرأة الممتلئة الذراعين والساقين، وشيتا حليتا وزينتا
الزرد الدرع المزردة. انتهى الهامش. الفرزدق وأمة له. وقال الفرزدق في أمته الزنجية: يا رب خود من بنات الزنجي تنقل تنورا شديد الوهج، أغير مثل القدح الخلنجي يزداد طيبا بعد طول الهرج. هامش. الفرزدق هو أبو فراس همام بن غالب التيمي، أحد الشعراء البارزين في العصر الأموي. خود المرأة الشابة. التنور تجويفة اسطوانية من فخار تجعل في الأرض ويخبز فيها. الخلنج شجر تتخذ من خشبه الآنية. الهرج الاختلاط، وهرج جاريته جامعها. انتهى. يعلى الهذلي وطلحة الطلحات. أقدم أزوجك ابنتي وأصنع بك ما أنت أهله. وعن الهيثم بن عدي عن ابن عياش قال: حدثنا يعلى الهذلي قال: كنت بسجستان مع طلحة الطلحات، فلم أرى أحدا كان أسخى منه ولا أشرق نفسا، فكتب إلي عمي من البصرة أني قد كبرت ومالي كثير وأكره أن أوكله غيرك، فأقدم أزوجك ابنتي وأصنع بك ما أنت أهله. قال: فخرجت على بغلة لي تركية، فأتيت البصرة في 30 يوما، ووافيته في صلاة العصر، فوجدته قاعدا على دكانه، فسلمت عليه، فقال لي: من أنت؟ قلت: ابن أخيك يعلى. قال: وأين ثقلك؟ همش. الثقل المتاع، وفي القرآن: وتحمل أثقالكم. انتهى. قلت: تعجلت إليك حين أتاني كتابك وطلبت نحوكم. قال: يا ابن أخي، أتدري ما قالت العرب؟ قلت: لا. قال: قالت العرب: شر الفتيان المفلس الطروب. قال: فقمت إلى بغلتي فأعددت سرجي عليها، فما قال لي شيئا. ثم قال: إلى أين؟ قلت: إلى سجستان. قال: في كنف الله. قال: فخرجت فبت في الجسر، ثم ذكرت أم طلحة، فانصرفت أسأل عنها حتى أتيت منزلها، وكان طلحة أبر الناس بها، فقلت: رسول طلحة. فقالت: إذن له. فدخلت، فقالت: ويحك، كيف بني؟ قلت: على أحسن حال. قالت: فلله الحمد. وإذا بعجوز قد تحدرت. قالت: فما جاء بك؟ قلت: كيت وكيت. قالت: يا جارية، ائتني 4000 درهم. ثم قالت: ائت عمك فابتني لابنته، ولك عندنا ما تحب. قلت: لا والله، لا أعود إليه أبدا. قالت: يا جارية، ائتني ببغلتي رحالتي. ثم قالت: راوح بين هذه وبغلتك حتى تأتي سجستان. قلت: اكتبي بالوساط بي. هامش. سجستان إحدى الولايات الواسعة جنوبي هراه، وبينها وهراه 10 أيام. راوح بينهما يركبهما على التبادل، هذه مرة وتلك أخرى. انتهى. قلت: اكتبي بالوساط بي والحالة التي استقبلتها. فكتبت بوجعها التي كانت فيه وبعافية الله إياها وبالوساط بي، فلم تدع شيئا. ثم دفعت حتى أتيت سجستان، فأتيت باب طلحة وقلت للحاجب: رسول صفية بنت الحرث، وأنا عابس باسر. هامش. عابس باسر. عبس قطب وجهه، وبسر رجل وجهه كلحة، يقال عبس وبسر. انتهى. وأنا عابس باسر. فدخل فخرج متوشحا وخلفه وصيف. هامش. الوشاح ينسج من أديم عريضا ويوسع بالجواهر، وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها، ويقال توشح رجل بثوبه وسيفه. انتهى. متوشحة وخلفه وصيف يسعى بكرسي، فقمت بين يديه فقال: ويلك، كيف أمي؟ قلت: بأحسن حالة. قال: انظر كيف تقول. قلت: هذا كتابها. قال: فعرف الشواهد والعلامات. قلت: اقرأ كتاب وصيتها. قال: ويحك، ألم تأتيني بسلامتها؟ حسبك. فأمر لي 50,000 درهم، وقال لحاجبه: اكتبه في خاصة أهلي. قال: فوالله ما أتى علي الحول حتى تم لي 100,000. قال ابن عياش: فقلت له: هل لقيت عمك بعد ذلك؟ قال: لا والله، ولا ألقاه أبدا.
السلاماني وقريب له. ما كنت أظن أن امرأة تجترئ على مثل هذا الكلام. عن الهيثم بن علي عن ابن عباس قال: أخبرني موسى السلاماني مولى الحضرمي وكان أيسر تاجر بالبصرة قال: بين أنا جالس إذ دخل علي غلام لي فقال: هذا رجل من أهل أمك يستأذن عليك. وكانت أمه مولاة لعبد الرحمن بن عوف، فقلت إذن له. فدخل شاب حلو الوجه يعرف في هيئته أنه قرشي في طمرين، هامش الطمر الثوب الخلق البالي، انتهى. قال أذن له. فدخل شاب حلو الوجه يعرف في هيئته أنه قرشي في طمرين، فقلت من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عبد الحميد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هامش. عبد الرحمن بن عوف أحد العشر الذين بشرهم النبي بالجنة، كان في الهجرتين في الحجاز والحبشة وقاد القتال في دومة الجندل، انتهى. قلت: في الرحب والقرب. ثم قلت: يا غلام، بره وأكرمه وألطفه وأدخله الحمام وأكسه قميصا رقيقا ومبطنا قوهية ورداء عمرية وحذونا له نعلين حضرميين. فلما نظر الشاب في عطفيه وأعجبته نفسه، هامش عطف الرجل جانباه والجمع أعطاف، انتهى. وأعجبته نفسه قال: يا هذا، ابغني أشرف أي من بالبصرة أو أشرف بكر بها. قلت: يا ابن أخي، معك مال؟ قال: أنا مال كما أنا. قلت: يا ابن أخي، كف عن هذا. قال: انظر ما أقول لك. قلت: فإن أشرف أي من بالبصرة هند ابنة أبي صفرة، أخت عشرة وعمة عشرة، وحالها في قومها حالها. وأشرف بكر بالبصرة الملات بنت زرارة ابن أوفى الجرشي قاضي البصرة. قال: اخطبها علي. قلت: يا هذا، إن أباها قاضي البصرة. قال: انطلق بنا إليه. فانطلقنا إلى المسجد، فتقدم فجلس إلى القاضي فقال له: من أنت يا ابن أخي؟ قال له: عبد الحميد بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مرحبا بك، ما حاجتك؟ قال: جئت خاطبة. قال: ومن ذكرت؟ قال: الملاه ابنتك. قال: يا ابن أخي، ما بها عنك رغبة، ولكنها امرأة يفتات عليها في أمرها، فاخطبها إلى نفسها. فقام إلي فقلت: ما صنعت؟ قال: قال كذا وكذا، هامش. رغب فيه أحبة ورغب عنه كارهة، وما بها رغبة عنك أي غير كارهة لك ولا رغبة لها في سواك. يفتات عليها الباطل ويختلق، أو يفتات عليها في أمرها لو لم نرجع إليها وننزل عند رأيها، انتهى. قلت: ارجع بنا ولا تخطبها. قال: اذهب بنا إليها. فدخلنا دار زرارة، فإذا دار فيها مقاصير، فاستأذننا على أمها فلقيتنا بمثل كلام الشيخ، ثم قالت: وها هي في تلك الحجرة. قلت له: لا تأتيها. قال: أليست بكرة؟ قلت: بلى. قال: ادخل بنا إليها. فاستأذننا فأذنت لنا، فوجدناها جالسة وعليها ثوب قوهي رقيق معصفر تحته سراويل يرى منها بياض جسدها، ومرط قد جمعته على فخذيها، ومصحف على كرسي بين يديها. فأشرجت المصحف، همش أشرجت المصحف، أغلقته وضمت أجزاءه بعضها إلى بعض، انتهى. ثم نحته فسلمنا فردت، ثم رحبت بنا، ثم قالت: من أنت؟ قال: أنا عبد الحميد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومد بها صوته. قالت: يا هذا، إنما يمد هذا الصوت للساسانيين. قال موسى: فدخل بعضي في بعضي. ثم قالت: ما حاجتك؟ قلت: جئت خاطبا. قالت: ومن ذكرت؟ قال: ذكرتك. قالت: مرحبا بك يا أخا أهل الحجاز، ما الذي بيدك؟ قال:
لنا سهمان بخيبر أعطاناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد بها صوته، وعين بمصر وعين باليمامة ومال باليمن. قالت: يا هذا، كل هذا عنا غائب، ولكن ما الذي يحصل بأيدينا منك؟ فإني أظنك تريد أن تجعلني كشاة عكرمة، أتدري من عكرمة؟ قال: لا. قالت: عكرمة بن ربعي، فإنه نشأ بالسواد ثم انتقل إلى البصرة وقد تغذى باللبن، فقال لزوجته: اشتري لنا شاة نحتلبها وتصنعين لنا من لبنها شرابا وكامخا. ففعلت، وكانت عندهم الشاة إلى أن استحرمت. همش استحرمت الحرمة الغلمة وطلب الذكر، انتهى إلى أن استحرمت. فقالت: يا جارية، خذي بأذن الشاة وانطلقي بها إلى التياس فانزي عليها. همش أي اجعل التيس يواقعها، انتهى. ففعلت، فقال التياس: آخذ منك على النزوة درهما. فانصرفت إلى سيدتها فأعلمتها، فقالت: إنما رأينا من يرحم ويعطي، وأما من يرحم ويأخذ فلم نره، ولكن يا أخا أهل المدينة، أردت أن تجعلني كشاة عكرمة. فلما خرجنا قلت له: ما كان أغناك عن هذا؟ قال: ما كنت أظن أن امرأة تجترئ على مثل هذا الكلام. ابن علفة وعبد الملك: جنبني هجناء ولدك. وعن الأصمعي قال: كان عقيل بن علفة المري غيورا فخورا، وكان يصهر إليه خلفاء بني أمية همش يتقدمون لمصاهرته وطلب يد بناته، انتهى. فخطب إليه عبد الملك بن مروان ابنته لبعض ولده، فقال: جنبني هجناء ولدك. همش الهجين الذي أبوه عربي وأمه أعجمية، انتهى. ابن علفة وأولاده: وما يدريك ما نعط الخمر. وكان إذا خرج يمتار خرج بابنته الجرباء معه، همش يمتار الميرة الطعام، ويمتار لعياله يجمع لهم الطعام والمونة، وفي القرآن: ونمير أهلنا، انتهى. وكان إذا خرج يمتار خرج بابنته الجرباء معه، فخرج مرة فنزلوا ديرا من أديرة الشام يقال له دير سعد، فلما ارتحلوا قال عقيل: قضيت وطرا من دير سعد وربما على عرض ما طحته الجماجم. همش العرض السحب تعلوه وتناطحه، وفي القرآن: قالوا هذا عارض ممطرنا، انتهى. ثم قال لابنه: أجز يا عميس. فقال: فأصبحنا بالمومات يحملن فتية، نشاوى من الإدلاج ميل العمائم. همش المومات الصحراء، والإدلاج سير الليل كله أو في آخره، انتهى. ثم قال لابنته: يا جرباء أجيزي. فقالت: كأن الري أسقاهم صرخدية عقارا تمشت في المطى والقوائم. همش الصرخدية شراب منسوب إلى صرخد، والعقار الخمر، والمطى الظهر، والقوائم الأرجل، انتهى. فقال لها: وما يدريك أنت ما نعت الخمر. ثم سل السيف ونهض إليها، فاستغاثت بأخيها عميس فانتزعه بسهم فأصاب فخذه فبرك، ومضوا وتركوه حتى إذا بلغوا أدنى الماء قال لهم: إنا أسقطنا جزورا لنا فأدركوه وخذوا معكم الماء. ففعلوا، وإذا عقيل بارك وهو يقول: إن بني زملوني بالدم، من يلقى أبطال الرجال يكلمي، ومن يكن درء به يقوم شنشنة أعرفها من أخزمي. همش الكلم الجرح. وفي مجمع الأمثال الميداني: كان أخزم عاقا لأبيه فمات، فوثب أولاده على جدهم فأدنوه، فقال: إن بني ضرجوني بالدم شنشنة أعرفها من أخزمي. والشنشنة الطبيعة والعادة يضرب في قرب الشبه، انتهى الهامش.
الشنشنة الطبيعة، وأخزا فحل كريم، وهذا مثل للعرب. عبد الملك وابنة عبد الرحمن، والله لا تزوجني أبو الذباب. روى الشيباني عن عوانة قال: خطب عبد الملك بن مروان ابنة عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأبت أن تتزوجه، وقالت: والله لا تزوجني أبو الذباب. فتزوجها يحيى بن الحكم، فقال عبد الملك: والله لقد تزوجت أفوه أشوه. فقال يحيى: أما إنها أحبت مني ما كرهت منك. وكان عبد الملك رضيء الفم يدمى فيقع عليه الذباب فسمي أبا الذباب. أخت أبي سفيان، إن عقيلا كان مع الأحبة. وعن العتبي قال: خطب قريبة ابنة حرب أخت أبي سفيان ابن حرب 14 رجلا من أهل بدر، فأبتهم وتزوجت عقيل ابن أبي طالب. قالت: إن عقيلا كان مع الأحبة يوم قتلوا، وإن هؤلاء كانوا عليهم، ولاحته يوم هامش، لاحته الملاحات المنازعة، انتهى. ولاحته يوما فقالت: يا عقيل، أين أخوالي؟ أين أعمامي؟ كأن أعناقهم أباريق الفضة. قال لها: إذا دخلت النار فخذي على يسارك. زياد وسعيد بن العاص في ابنته: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكتب زياد إلى سعيد بن العاص يخطب إليه ابنته، وبعث إليه بمال كثير وهدايا. فلما قرأ الكتاب أمر حاجبه بقبض المال والهدايا وأن يقسمها بين جلسائه. فقال الحاجب: إنها أكثر من ظنك. قال سعيد: أنا أكثر منها. ثم وقع إلى زياد في أسفل كتابه: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. العلق السادسة: الحسن ورجل يزوج ابنته: زوجها ممن يتقي الله. وقال رجل للحسن: إن لي بنية، فمن ترى أن أزوجها؟ قال: زوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. انتهى الوجه الأول. عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. هامش: عبد الملك الخليفة الأموي، ولد سنة 46 و600، وتوفي سنة 15 و700. المؤسس الثاني لدولة بني أمية، جلس على العرش سنة 85 و600 للهجرة، وعرب الدولة وعمم استعمال اللغة العربية في جميع بلاد الدولة، انتهى. وعمر ابن عبد العزيز هامش من الخلفاء الأمويين، اشتهر بتقواه، أبطل لعن علي على المنابر التي سنها معاوية. قال فيه هرقل ملك الروم عندما بلغه وفاته: إن الأخيار لا يبقون عند الأشرار إلا قليلا، انتهى. وصلك الله يا أمير المؤمنين. قال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز: قد زوجك أمير المؤمنين ابنته فاطمة. فقال عمر: وصلك الله يا أمير المؤمنين، فقد كفيت المسألة وأجزلت في العطية. الحسن يستشار. اليسار يسار العقل والدين. قيل للحسن: فلان خطب إلينا فلانة، قال: أهو موسع من عقل ودين؟ قالوا: نعم. قال: فزوجوه. حيوة ابن شريح: تزوج بعشرة وأبقي 90. قال رجل لحيوة ابن شريح: إني أريد أن أتزوج، فماذا ترى؟ قال: كم من المهر؟ قال: 100. قال: فلا تفعل، تزوج بعشرة وأبقي 90، فإن وافقتك ربحت 90، وإن لم توافقك تزوجت 10، فلا بد في 10 نسوة من واحدة توافقك. هبنقة القيسي وراغب في الزواج. البكر لك والثيب عليك. وقال رجل: أردت النكاح، فقلت: لأستشيرن أول من يطلع علي ثم أعمل برأيه. فكان أول من طلع هبنقة القيسي. هامش: هبنقة لقب
لقب لذي الودعات يزيد ابن ثروان يضرب به المثل في الحب، لأنه جعل في عنقه قلادة من ودع وعظام وخزف مع طول لحيته، فسئل فقال لألا أضل، فسرقها أخوه في ليلة وتقلدها، فأصبح هبنقة ورآها في عنقه فقال أخي أنت أنا فمن أنا، وضرب به المثل في الحمق، انتهى. وتحته قصبة، فقلت له أريد النكاح فما تشير به علي؟ قال البكر لك والثيب عليك، وذات الولد لا تقربها، واحذر جوادي لا ينفعك. مكثر ومقل في الزواج، زلقة من غير ماء. وعن الأصمعي قال أخبرني رجل من بني العنبر عن رجل من أصحابه وكان مقلا، هامش المقل أي قليل المال، انتهى. وكان مقلا فخطب إليه مكثر من مال مقل من عقل، فشاور فيه رجلا يقال له أبو يزيد، فقال لا تفعل ولا تزوج إلا عاقلا دينا، فإنه إن لم يكرمها لم يظلمها. ثم شاور آخر رجلا آخر يقال له أبو العلاء، فقال له زوجه فإن ماله لها وحمقه على نفسه، فزوجه فرأى منه ما يكره في نفسه وابنته وأنشده، فقال ألها في إذ عصيت أبا يزيد، ولها في إذ أطعت أبا العلاء، وكانت هفوة من غير ريح، وكانت زلقة من غير ماء. زواج معبد ابن خالد. قالت أنا أسده من بني أسد، فخرجت ولم أعد. قال المفضل بن محمد الضبي أخبرني مسعر بن كدام عن معبد بن خالد الجدلي قال خطبت امرأة من بني أسد في زمن زياد، وكان النساء يجلسن لخطابهن، قال فجئت لأنظر إليها وكان بيني وبينها رواق، هامش الرواق سقف في مقدم البيت والستار، انتهى. فدعت بجفنة عظيمة من الثريد مكللة باللحم، هامش الجفنة وعاء يفت فيه الخبز ويعد بمرق اللحم والدجاج ليصبح ثريدا، انتهى. فأتت على آخرها وألقت العظام نقية، ثم دعت بشن عظيم مملوءة لبنا فشربته حتى أكفأته على وجهه، وقالت يا جارية ارفع السجف، هامش السجف الستائر، انتهى. فإذا هي جالسة على جلد أسد، وإذا شابة جميلة، فقالت يا عبد الله أنا أسدة من بني أسد، وعلي جلد أسد، وهذا طعامي وشرابي، فعلام تراني؟ فإن أحببت أن تتقدم فتقدم، وإن أحببت أن تتأخر فتأخر. فقلت أستخير الله في أمري وأنظر، قال فخرجت ولم أعد. الباب الثاني، لطائف من أخبار النساء وطرائف من حياتهن. قال الشاعر العربي والليالي من الزمان حبالا يلدن كل عجيب. وأعجب العجب ما يرويه ابن عبد ربه عن النساء من لطائف وطرائف، فتعال نستمتع معا ببعض ما تضمنته كتب التراث وجمعه لنا ابن عبد ربه في موسوعته الكبرى العقد الفريد، وكشفت لنا عنه الأيام والليالي. من أخبار النساء وعلى الغانيات جر الذيول، لابن أبي ربيعة في مقتل زوجة المختار. لما قتل مصعب بن الزبير ابنة النعمان بن بشير الأنصارية زوجة المختار ابن أبي عبيد، أنكر الناس ذلك عليه وأعظموه، لأنه أتى بما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في نساء المشركين. فقال عمر بن أبي ربيعة إن من أعظم الكبائر عندي قتل حسناء غادة عطبولي، قتلت باطلا على غير ذنبي، إن لله درها من قتيلي.
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. هامش غادة عطبول الغادة الناعمة، والعطبول طويلة العنق في اعتدال وحسن. الغانيات جمع غانية، وهي التي استغنت بحسنها وجمالها الطبيعي عن الزينة، فهي تجر ذيلها اختيالا. انتهى. الخوارج وامرأة أرادوا قتلها، من ينشأ في الحلية. ولما خرجت الخوارج بالأهواز أخذوا امرأة فهموا بقتلها، فقالت لهم: أتقتلون من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ فأمسكوا عنها. هامش كناية عن المرأة. انتهى. جارية لأمية وراغب في زواجها: أنت أسد فاطلب لنفسك لبؤة. قال: وحدثنا بعض أصحابنا أن جارية لأمية ابن عبد الله ابن خالد ابن أسيد ذات ظرف وجمال مرت برجل من بني سعد وكان شجاعا فارسا، فلما رآها قال: طوبى لمن كانت له امرأة مثلك. هامش طوبى منزلة في الجنة، وأيضا الغبطة والسعادة، وهو المراد هنا. انتهى. ثم إنه أتبعها رسولا يسألها: ألها زوج؟ ويذكره لها، فقالت للرسول: ما حرفته؟ فأبلغه الرسول قولها، فقال: ارجع إليها فقل لها: وسائلة ما حرفتي؟ قلت: حرفتي مقارعة الأبطال في كل شارقي، إذا عرضت لي الخيل يوما رأيتني أمام رعيل الخيل أحمي حقائقي، وأصبر نفسي حين لا حر صابر على ألم البيض الرقاق البوارق. هامش الشارق الشمس حين تشرق، والمقصود في أيامي كلها. أحمي حقائقي الحقيقة ما يجب على الإنسان أن يحميه من مال وعرض ووطن وكرامة وأهل. البوارق السيوف البتارة. انتهى. فأنشدها الرسول ما قال، فقالت له: ارجع إليه وقل له: أنت أسد فاطلب لنفسك لبؤة فلست من نسائك. وأنشدت هذه الأبيات: ألا إنما أبغي جوادا بماله، كريما محياه قليل الصدائق، فتى همه مذ كان خود كريمة يعانقها بالليل فوق النمارق، ويشربها صرفا كميتا مدامة، نداماه فيها كل خرق موافق. هامش الخود الشابة حسنة الخلق. النمارق جمع نمرقة الوسادة الصغيرة يتكأ عليها. انتهى. المغيرة وغلام حارثي: لا خير لك فيها. وعن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: ما غلبني أحد قط إلا غلام من بني الحارث بن كعب، وذلك أنني خطبت امرأة من بني الحارث وعندي شاب منهم، فأصغى إلي فقال: أيها الأمير، لا خير لك فيها. قلت: يا ابن أخي، وما لها؟ قال: إني رأيت رجلا يقبلها. قال: فبرئت منها. فبلغني أن الفتى تزوجها. قلت: ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال: بلى، رأيت أباها يقبلها. أبو سعيد وابن سيرين في الزواج: لا تتزوج امرأة تنظر في يدها. قال أبو سعيد: صحبت ابن سيرين 20 سنة، فقال لي يوما: يا أبا سعيد، إن تزوجت فلا تتزوج امرأة تنظر في يدها،
ولكن تزوج امرأة تنظر في يدك. ما الحب إلا للحبيب الأول. بين جاريتين. وروى يحيى بن عبد العزيز عن محمد بن الحكم عن الشافعي. هامش إشارة إلى الشعبي هو أبو عامر بن صراحيل علامة الكوفة محدث ومستشار، ولد سنة 42 و600 وتوفي سنة 23 و700 للهجرة. انتهى. بين جاريتين. روى يحيى بن عبد العزيز عن محمد بن الحكم عن الشافعي قال: تزوج رجل من الأعراب امرأة جديدة على امرأة قديمة، وكانت جارية الجديدة تمر على باب القديمة فتقول: وما يستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت. ثم مرت بعد أيام فقالت: وما يستوي الثوبان، ثوب به البلا وثوب بأيدي البائعين جديد. فخرجت إليها جارية القديمة فقالت: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما القلب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. أعرابي وولي امرأة. قال الأصمعي: هامش أحد أئمة اللغة الأقدمين من البصريين، حفظ لغة البدو ولهجاتها، وكان معلما للأمين، ولولاه لذهبت أكثر دواوين العرب. انتهى. قال الأصمعي: أخبرني أعرابي فقال: خطب منا رجل مغموز امرأة مغموزة. هامش غمز الشيء بيده وبعينه طعنه، وفي القرآن: وإذا مروا بهم يتغامزون. ورجل مغموز أي مطعون في كرامته وشرفه، ويقال: ليس في فلان غميزة أي مطعن. انتهى. خطب منا رجل مغموز امرأة مغموزة فزوجوه، فقال رجل لولي المرأة: تعمم لكم فلان فزوجتموه؟ فقالوا: ما تعمم لنا حتى تبرقعنا له. هامش تعمم أي لبس العمامة وتستر وراءها مدعيا الصلاح، وتبرقعت أي لبست البرقع رمز التصون والمحافظة. انتهى. لأعرابية تنصح بنات عمها. قال أبو حاتم عن الأصمعي: قالت أعرابية لبنات عم لها: السعيدة من كنا من يتزوجها ابن عمها فيمهرها بتيسين. هامش يمهرها يعطيها مهرها وصداقها. انتهى. فيمهرها بتيسين وكلبين وعيرين ورحيين، فينب التيسان وينهق العيران وينبح الكلبان وتدور رحيان فيعج الوادي. والشقية من كل من يتزوجها الحضري فيكسوها الحرير ويطعمها الخمير ويحملها ليلة الزفاف على عود، تعني سرجة. هامش العير الحمار وحشيا كان أم أهلية، يعد الوادي يمتلئ بالأصوات والحركة والحياة، حيث يختلط نبيب التيسين بنهيق العيرين بصوت الرحيين بنباح الكلبين، فتؤلف جميعها موسيقى حبيبة إلى قلبها. انتهى الهامش. وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يشار امرأته. هامش يشار يخاصم. انتهى. فقالت لها أخته: أما والله أيام شرخه إذ كان ينكتك كما ينكت العظم عن مخه، لقد كنت له تبوعا ومنه سموعا، فلما لان منه ما كان شديدا وأخلق ما كان جديدا تغيرت له، أما والله لئن تغير منه البعض لقد تغير منك الكل. هامش شرخ الشباب أوله ونضارته، أخلق بلي وقدم. انتهى. لأعرابي في زوجته. وقيل لأعرابي: كيف حبك لزوجتك؟
قال ربما كنت معها على الفراش فمدت يدها إلى صدري فوددت والله أن آجرة خرت من السقف فقدت يدها وضلعين من أضلاع صدري. ثم أنشأ يقول لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي ولكن قرين السوء باق معمر فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلا وعذبها فيه نكير ومنكر. هامش الآجر الطوب الذي يبنى به وهو فارسي معرب، والآجر غير اللبن فهو طوب عولج بالنار فاحترق بعد أن كان لبنا وقدت قطعت ومزقت، انتهى الهامش. ولآخر في مثله تزوج أعرابي امرأة فطالت صحبتها له فتغير لها وقد طعنت في السن، فقالت له ألم تكن ترضي إذا غضبت وتعتب إذا عتبت وتشفق إذا أبيت فما بالك الآن؟ قال ذهب الذي كان يصلح بيننا. الأصمعي وأعرابي طلق زوجته. قال الأصمعي كنت أختلف إلى أعرابي أقتبس منه الغريب، هامش أختلف إليه أنزل عليه زائرا بين وقت وآخر، وإشارة إلى وتعتب أعتبه سره بعدما ساءه واسترضاه فأرضاه، انتهى. أقتبس منه الغريب، هامش غريب اللغة، فقد كان الأصمعي من طلابه والباحثين عن الدرر، فهو أحد أئمة اللغة الأقدمين من البصريين، حفظ لغة البدو ولهجاتها، عهد إليه هارون الرشيد بتعليم الأمين، له عدة مؤلفات، ولولاه لذهبت أكثر دواوين العرب، انتهى. كنت أختلف إلى أعرابي أقتبس منه الغريبة، فكنت إذا استأذنت عليه يقول يا أمامة إذني له فتقول ودخل، فاستأذنت عليه مرارا فلم أسمعه يذكر أمامة، فقلت له يرحمك الله ما أسمعك تذكر أمامة منذ حين. قال فوجم وجمة، هامش وجم وجوما، اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام، انتهى. ندمت على ما كان مني، ثم قال ظعنت أمامة بالطلاق ونجوت من غل الوثاق، بانت فلم يألم لها قلبي ولم تدمع مآقي، ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق، والعيش ليس بطيب بين اثنين في غير اتفاق، لو لم أرح بفراقها لأرحت نفسي بالإباق. هامش ضعن سار ورحل، والضعينة المرأة ما دامت في الهودج، والغل القيد في الرقبة، وأوثقه في الوثاق شده، بانت طلقت أو بعدت، والمآقي مفردها مؤق العين طرفها مما يلي الأنف، الإباق الهرب. ولأعرابي طلق امرأته. قال الأصمعي تزوج أعرابي امرأة فآذته وافتدى منها بحمار وجبة، هامش الجبة ثوب واسع يلبس فوق الثياب ويطلق على ما يرتديه العلماء جبة خاصة في مصر، انتهى. فقدم عليه ابن عم لها من البادية فسأله عنها فقال خطت إلى الشيطان للحين بنته فأدخلها من شقوتي في حبالية فأنقذني منها حماري وجبتي، جزى الله خيرا جبتي وحماري. لأعرابي بين يدي زياد. وقال أي الأصمعي خاصم أعرابي امرأته إلى زياد فشدد على الأعرابي فقال أصلح الله الأمير، إن خير عمر الرجل آخره، يذهب جهله ويثوب حلمه ويجتمع رأيه، وإن شر عمر المرأة آخره، يسوء خلقها ويحد لسانها وتعقم رحمها. قال له صدقت اسفع بيدها. هامش سفع بيده وسفع بناصيته أخذ بها، وفي القرآن لنسفعا بالناصية.
انتهى الهامش لبعض الأعراب في مثله. قال وذكرت أعرابية زوجها وكان شيخا فقالت ذهب ذفره وبقي بخره وفتر. عزيزي المستمع، ذكر المحقق هنا لفظة أستحي من قراءتها، وذلك عملا بمنهجه في التحقيق الذي صدر به هذا الكتاب. هامش ذهب ذفره، الذفر شدة ذكاء الريح طيبة كانت أمنتنا، وفترة في العبارة الأخيرة تقصد الضعف الجنسي. انتهى الهامش. وقال أي الأصمعي كان أعرابي قبيح طويل خطب امرأة فقيل له أي ضرب تريدها، هامش أي نوع أو صنف من النساء. انتهى. قال أريدها قصيرة جميلة فيأتي ولدها في جمالها وطولي، فتزوجها على تلك الصفة فجاء ولدها في قصرها وقبحه. قدم أعرابي من طيء فاحتلب لبنا ثم قعد مع زوجته ينتجعان، هامش ينتجعان أي ينعمان بشربه هنيئا. انتهى. فقالت له من أنعم عيشا، نحن أم بنو مروان؟ قال لها بنو مروان أطيب منا طعاما إلا أن أردأ منهم كسوة، وهم أظهر منا نهارا إلا أن نحن أظهر منهم ليلا. لا تفعلي فإنه وكلة تكلة. وقال أي الأصمعي خاصم أعرابي امرأته إلى السلطان فقيل له ما صنعت؟ قال خيرا كبها الله لوجهها ولو أمر بي إلى السجن. وقال استشارت أعرابية في رجل تتزوجه فقيل لها لا تفعلي فإنه وكلة تكلة يأكل خلله، هامش أي يأكل ما يخرج من بين أسنانه إذا تخلل. انتهى. قال أبو حاتم هو الخلالة، ووكلة تكلة أي يكل أمره إلى الناس ويتكل عليهم. يوم عتاب ويوم اكتئاب. قال العتبي خطب إلى أعرابي رجل موسر إحدى ابنتيه، وكان للخاطب امرأة، فقالت الكبرى لا أريده. قال أبوها ولما؟ قالت يوم عتاب ويوم اكتئاب يبلى فيما بين ذلك الشباب. قالت الصغرى زوجنيه. قال لها على ما سمعت من أختك؟ قالت نعم، يوم تزين ويوم تسمن وقد تقر فيما بين ذلك الأعين. ولأعرابية ترقص طفلا. قال الأصمعي رأيت امرأة ترقص طفلا لها وتقول أحبه حب الشحيح ما له، قد كان ذاق الفقر ثم ناله، إذا أراد بذله بدا له. هامش بدا له أي خطر له فيه رأي. انتهى. أقوال وتعليقات وطرائف. أقوال ذكر عند مالك بن أنس الباه، هامش الباء النكاح والتزوج، ويقال أيضا الباه والباه، وقيل هو كناية عن الجماع. انتهى. ذكر عند مالك بن أنس الباه فقال هو نور وجهك ومخ ساقيك فأقل منه أو أكثر. وقال معاوية ما رأيت نهما في النساء إلا عرفت ذلك في وجهه. وقال كسرى كنت أراني إذا كبرت أنهن لا يحببنني، فإذا أنا لا أحبهن. وأنشد الرياشي لأعرابي من بني أسد تمنيت لو عاد شرخ الشباب، ومن ذا على الدهر يعطى المنى، وكنت مكينا لدى الغانيات، فلا شيء عندي لها ممكنا، فأما الحسان فيأبينني، وأما القباح فآبي أنا. انتهى. ودخل عيسى بن موسى على جارية فلم يقدر على شيء فقال النفس تطمح والأسباب عاجزة، والنفس تهلك بين اليأس والطمع. وقالوا
من قل جماعه فهو أصح بدنا وأطول عمرا، ويعتبرون ذلك بذكر الحيوان، وذلك أنه ليس في الحيوان أطول عمرا من البغل ولا أقل عمرا من العصافير، وهي أكثر سفادا. هامش: السفاد النزو والجماع. انتهى. تعليقات: ما أحسن والله ما أقبل. خاطب يزكيه وسيط. قال أبو الحسن المدائني: خطب رجل من بني كلاب امرأة فقالت أمها: دعني حتى أسأل عنك. فانصرف الرجل فسأل عن أكرم الحي عليها، فدل على شيخ منهم كان يحسن التوسط في الأمر، فأتاه يسأله أن يحسن عليه الثناء وانتسب له فعرفه. ثم إن العجوز غدت عليه فسألته عن الرجل، فقال: أنا أعرف الناس به. فقالت: فكيف لسانه؟ قال: مدره قومه وخطيبهم. قالت: فكيف شجاعته؟ قال: منيع الجار حامي الذمار. قالت: فكيف حماسته؟ قال: ثمال قومه وربيعهم. هامش: المدرة كمنبر السيد الشريف، والمقدم في اللسان واليد عند الخصومة والقتال. منيع الجار جاره في منعه من الأعداء به، والذمار بالكسر كل ما يجب على المرء حفظه وحمايته. ثمال قومه ثمال على وزن كتاب، الغياث الذي يقوم بأمر قومه. انتهى. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.